الحكومة المصرية في 6 اجتماعات متتالية. الدولة مصممة على تنفيذ أفضل منظومة أمنية بالمطارات. ورحلات إضافية استعدادا لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ. وزارة النقل تتعاقد على 1000 عربة قطار وتطوير السكة الحديد ب41 مليار جنيه. وزير البترول يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز. المتحدث العسكري يعلن ضبط 3 تكفيريين وعربة دفع رباعي بأحد الكهوف في وسط سيناء. نيابة أمن الدولة تعاين موقع الاشتباكات في طريق أسيوط الخرجة لتحديد هوية القتلى. ووزارة الصحة ضخ 100,000 عبوة بنسلين بالمستشفيات العامة والصرف مجانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والياسمين. أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم. الحياة اليوم برنامج التوك شو رقم 1 في مصر. الحياة اليوم النهاردة يوم السبت أول أيام الأسبوع الموافق 28 أكتوبر 2017. أنا عارف أنه أنتوا ما بين نارين وصاحب بالين إن شاء الله منتصر. في هذه الأثناء بتبدأ مباراة النادي الأهلي. المارد الأحمر بيخوض مباراة مصيرية مهمة في ذهاب نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقي أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي. ماتش بتلعب دلوقتي وأعتقد انطلق منذ لحظات في استاد برج العرب في الأسكندرية. مباراة مهمة جدا جدا للنادي الأهلي. وأنا عايز بس الناس تبقى مدركة الموقف إنه في حالة تفاؤل زائدة وفي حالة من الثقة أخشى إنها تكون زائدة عند الجمهور وأتمنى إنها ما تكونش منقولة عند اللاعبين بعد الفوز التاريخي والقياسي اللي عمله الأهلي في دور نصف النهائي أمام نادي النجم الساحلي التونسي والفوز بـ6 أهداف في مباراة الإياب. ده خلت الناس تعتقد إن البطولة خلصت وخلت الناس تعتقد إنه خلاص الوداد المغربي ده كمان جاي ياخد 6 وبتاع الماتش هيخلص النهاردة. فأتمنى بس إنه الجمهور ما يبقاش مفرط في الثقة واللاعبين تبقى عارفة إن دول 90 دقيقة و90 دقيقة لسه في المغرب كمان أسبوع فالمشوار لسه طويل. لكن نتمنى إن شاء الله كل التوفيق. مصر كلها زملكاوية قبل الأهلاوية قدام النادي الأهلي إن شاء الله عشان يحقق هذه البطولة التاسعة بطولة لدوري رابطة الأبطال والرقم القياسي للنادي الأهلي. وعودنا الأهلي دايما إن هو صاحب السعادة وتاجر السعادة وصانع الفرحة للمصريين وإن شاء الله يكتمل الحلم ونحصل على الأميرة السمراء كأس الأميرة السمراء دوري رابطة الأبطال ونصل إلى كأس العالم للأندية اللي هيقام إن شاء الله في الشقيقة الإمارات. يعني كمان دي حاجة مبشرة إن كأس العالم للأندية مش هيتلعب بقى في اليابان ولا هيتلعب هنا في الإمارات جنبنا. فدي فرصة كمان لكتير من المصريين إن هم يسافروا يشجعوا النادي الأهلي لما يوصل بإذن الله. وطبعا الآلاف المؤلفة من جماهيرنا في الإمارات والخليج العربي اللي هتؤازر النادي الأهلي في مبارياته إن شاء الله. إن شاء الله مش عايزين نسبق بالفرحة لكن إن شاء الله الفرحة قادمة عشان نصل لكأس العالم للأندية وكمان وصلنا لكأس العالم في روسيا وتبقى الكرة المصرية هذا العام حققت الحسنيين. قولوا يا رب قولوا يا رب. أيوة تمام. طيب تعالوا نروح لجولة بسرعة في أبرز اللي حصل من امبارح للنهاردة. امبارح كلمت حضراتكم عن الفرحة اللي تولدت في صدورنا وهي طبعا زي ما انا قلت لكم فرحه ممزوجه لسه بقليل من الالم. الالم اللي حصل لنا والصدمه اللي حصلت لنا بسبب حادث الواحات اللي حصل يوم الجمعه قبل الماضي من 8 ايام وعمل جرح اعتقد انه لسه موجود بشكل ما في قلوب كتير من المصريين. امبارح العمليه الناجحه والضربه الاستباقيه الناجحه جدا اللي عملتها وزاره الداخليه وقوات الامن والعمليات الخاصه في طريق اسيوط الخارجه ونجاحها في قتل 13 تكفيري وارهابي كانوا متمركزين في هذه البؤره الارهابيه في طريق اسيوط الخارجه. زي ما انا قلت امبارح بردت كتير من نارنا
بس لسه النار ما اتطفتش تماما، وانا متاكد انه لا نارنا احنا كمواطنين ولا نار اهالي الشهداء ولا نار حتى زملائنا اللي بيشتغلوا دلوقتي في الجيش وفي الشرطه هتبرد تماما تماما الا بعد ما ينفذوا قسمهم ووعدهم اللي قطعوه امام الشعب المصري كله، وهو الاستمرار في هذه الحرب الشريفه والمقدسه حتى تطهير كامل التراب المصري من الدنس اللي بيمثله هؤلاء الارهابيون والتكفيريون والقتله. احنا في حرب مقدسه، وهذه الحرب المقدسه لها فاتوره. والحقيقه الحوارات اللي احنا عملناها امبارح في الحياه اليوم، واتمنى تكونوا تابعتوا الحلقه الاستثنائيه اللي احنا عملناها امبارح في الحياه تركيزا وتحليلا للضربه الامنيه الناجحه بتاعت امبارح، كشفت لنا ابعاد كتير المفروض ان احنا نتكلم فيها. وعلشان نبقى منصفين وابقى صادق مع حضراتكم، احنا اتكلمنا امبارح عملنا ضربه امنيه كبيره وناجحه وموجعه، وكل وانا قلتها لكم وبقولها طول الوقت، كل تكفيري كل ارهابي بيقتل او بيتم القبض عليه ده بيساوي مباشره عشرات الارواح مننا اللي بتنقذ. هي كده، ارهابي يعني بيقتل، لما يتقبض عليه معناها انه مش هيقتل، معناها ان في ارواح بتنقذ. عشان كده لما انا امبارح كنت بتكلم بمنتهى السعاده وبمنتهى التثمين، التثمين بالثاء مش بالسين، بمنتهى التثمين والتقدير والاعزاز للضربات الامنيه دي، بعض الناس شافوني قالوا لي يا تامر بس يعني ما ده العادي، قلت لهم لا مش العادي، احسبوها بالنتائج طول الوقت، احسب كل حاجه بنتائجها. لو عمليه ارهابيه نجحت معناها عشرات الشهداء والقتلى، لما عمليه امنيه ناجحه معناها انقاذ عشرات الشهداء والقتلى، هي دي النتيجه. فكل حاجه بحاجه، زي النهارده ما قلت لحضراتكم في العناوين، المتحدث العسكري تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحه لما اعلن عن ضبط 3 تكفيريين في وسط سيناء، 3 تكفيريين في وسط سيناء، معناها ان التكفيرين دول كانوا هيعملوا بكره ولا بعده ولا الاسبوع الجاي يا اما عمليه ارهابيه، يا اما الثلاثه دول هيلبسوا احزمه ناسفه ويفجروا نفسهم في رتل امني او في مجموعه شرطيه او عسكريه، او هيجهزوا ويقتحموا او يهاجموا كمين النافوره، كمين في العريش او مديريه امن العريش او 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 كذا، فمن كان هيبقى في خراب ودمار وقتلى وشهداء. فلما يتقبض عليهم معناها ان احنا بنستنقذ ارواح، بنستنقذ أرواح. عشان كده أنا حابب إن زي ما بيتقال كده لكل مقام مقال. وقت الضربة الأمنية ما نقولش تمام، لا تمام، وعارفين إنها فادت أرواح كتير الحمد لله، بس ده معناه إن إحنا خلصنا؟ لا، المشوار لسه طويل، المشوار لسه طويل. وللأسف للأسف فاتورة الشهداء ما خلصتش، بس اللي يطمنك انه الجيش والشرطه وكمان الشعب كله بيقول احنا مشاريع شهداء، لا مانع لدينا ابدا ان احنا نستشهد في سبيل ان يبقى ويحيا ويعيش هذا الوطن. والوطن دي كلمه كبيره يعني مش محتاجين نشرحها بقى، الوطن دي معناها الارض والكيان والاسره والعيله والولاد وحاجات كتيره قوي قوي، ترجمتها واختصارها الوطن اللي هو بالانجليزيه بيسموه هوملاند. هوملاند يعني البيت، هوملاند ارض البيت، واحنا عندنا هنا بنسميه الوطن يعني بيتنا. فتخيل انت واحد في بيتك الصغير بقى انت عايش فيه، واحد طول الوقت بيلف فيه وبيهددك وبيهدد ولادك بالقتل وبيهددهم بالكذا وكذا، هتسيبه؟ لا، وهو ده اللي بتعمله الجيش والشرطة، ان هم مش سايبينهم عشان يحافظوا لنا على الهوملاند، يحافظوا لنا على ارض البيت الكبير بتاعنا، على الوطن المصري. وانا مبسوط انه الوتيرة شدة، الوتيره شده، يعني منذ الحادث الاليم بتاع الجمعه قبل الماضي حصل نوبه يقظان. عارفين اللي في الجيش كده ما بيقول لك الناس العساكر في المخيمات او المعسكرات بتاعتهم مستريحين ومسترخين كده وبتاع، يضرب البروجي دي بيسموها نوبه صحيان او نوبه يقظان. كله اللي بيعمل اي حاجه، اللي بيحلق دقنه، اللي مريح شويه، اللي بيقرا كتاب، اللي بيلعب رياضه، كله اللي في ايده ويجري على ارض الطابور يقف صفا وانتباه. أنا أعتقد إن الوطن المصري من الجمعة قبل اللي فات واقف صفا وانتباه. الوطن مش هقول لكم بس الجيش ولا الشرطة، لا الشعب كمان. وعشان كده بقول لكم إن ربنا طول الوقت بيطلع لنا الإيجابيات من رحم المعاناة. المنحة بناخدها من المحنة، بس المهم نكون إحنا اللي عايزين نعمل كده، وده اللي عملته الدولة المصرية وشعبها أولاً.
ان من الجمعه اللي قبل اللي فات كله فاق. لما الاحداث الارهابيه بتخف، وده نتيجه برضو طبعا كرم ولطف ربنا اولا، ثم بسبب الشغل الامني المحترم اللي عاملاه الجيش والشرطه، لما الاحداث الارهابيه بتخف شويه احنا كمان بنريح، احنا كمان بنسترخي كلنا او معظمنا، يقول لك خلاص يا عم الحمد لله الارهاب خف وراح، وما بقيناش في حرب، وما بقيناش مستهدفين، وما بقيناش مهددين، وعايشين حياتنا عادي، وهنسافر فين بقى، وهنصيف فين، وهنخرج فين بالليل، وهنعمل ايه. بننسى، ودي مشكله البشر الانسان. فلما بتحصل حادثه طبعا بتبقى مؤلمه وصعبه وفاتورتها مكلفه جدا جدا، ده بتكلم على دم اخواتي اللي سال، بس من فوائدها انها بتصحيك، بترجعك تاني لحاله الصحيان، بترجعك تاني ان انت تبقى انتباه. فعمليات التمشيط والمداهمه الواسعه اللي حاصله في مصر كلها بتفيد كل يوم سقوط خليه، سقوط تكفيريين. يعني تقريبا من يوم الجمعه قبل اللي فات وانا كل يوم تقريبا في الحياه اليوم بعلن لكم عن ضبط 12 3 15 12 14 كذا، وده طبعا اللي بيتم الاعلان عنه. هتقولوا لي هو في حاجات ما بيتمش الاعلان عنها؟ اقول لكم اه. تقولوا لي يا سلام، يعني الجيش او الشرطه يعملوا عمليه امنيه يقبضوا على تكفيري او على ارهابي او على متشدد او 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 ما يعلنوش؟ اقول لكم طبعا. ليه؟ علشان في بعض العمليات لو تم الاعلان عنها تفسد شغل. يعني ممكن يكون مثلا اتقبض على امير جماعه او قائد خليه، وانتم عارفين الخلايا هناك في الحاجات دي خلايا عنقوديه ليها تنظيم هيراركي كده هيكلي معين. فلو اتقبض على امير التنظيم او قائد الجماعه او الارهابي اللي له علاقه بالتنسيق والتواصل ومش عارف ايه، لو تم الاعلان النهارده تم القبض على فلان الفلاني، كل الخليه العنقوديه دي، لان هم عارفين ان هم يعرفوا يوصلوا لهم بالراجل ده، هيعترف وهيجيبوهم، فيغيروا تمركزاتهم، يهربوا، يغيروا زي ما حصل. على فكره اللي حصل، التغير الجغرافي اللي حصل في خريطه الارهاب الاسبوع اللي فات ده، واحد من اسبابه كده ان الارهابيين في شمال سيناء المثلث اللي هو المتوتر دلوقتي، الشيخ زويد، رفح، العريش، من كتر تضييق خناق قوات انفاذ القانون والقوات المسلحه هناك اتخنقوا، فابتدوا يدوروا على منفذ، ابتدوا يدوروا على ملجأ، ابتدوا يدوروا على نقطة تمركز أخرى، إن هم مش عارفين يشتغلوا هناك خلاص. فعملوا إيه؟ اختاروا إن هم يخرجوا بره شبه جزيرة سيناء خالص وينزلوا الوادي. بس لو نزلوا الوادي هنا، لو نزلوا شبرا يتمصمصوا. ينزلوا عند الدوران كده بس هيتمثلوا حتت. لا يتمركزوا ولا يعرفوا يشتغلوا ولا يعرفوا بتاع. هما خد بالك لو افراد احاديه كده ممكن يستخبوا في وسط المدنيين والسكن وبتاع، لكن هم عايزين يعملوا معسكر 10 15 واحد يتجمعوا ويتدربوا ويجيبوا سلاح وبتاع، لو نزلوا وسط المدنيين المدنيين ياكلوهم ياكلوهم يمصمصوا عظمهم. فيقول لك طيب احنا ننزل جنب المدنيين بس في الخلا. فين بقى الخلا ده؟ اللي هو الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد، زي طريق الواحات، زي طريق اسيوط الخارجه، زي الظهير الصحراوي للفيوم، الظهير الصحراوي لاسيوط. امبارح العمليه في الظهير الصحراوي لمحافظة أسيوط، طريق أسيوط الخارجة الصحراوي ده هو الظهير بتاع الظهير دي بالمناسبة هي الظهر أو الباك يارد أو الفناء الخلفي يعني إذا جاز التعبير للمحافظات المأهولة بالسكان. فيقوموا مغيرين تمركزهم الجغرافي، منها إن هم يهربوا من الخنقة اللي هم موجودين فيها في سيناء، اتنين منها إن هم يعملوا لك عنصر مفاجأة، وده اللي حصل يوم الجمعة قبل اللي فات. واحد من المشاكل اللي حصلت وسببت لنا الصدمه وسببت للاجهزه كمان صدمه، ان انت طول الوقت عارف لما طول الوقت مركز ناحيه دي عامل كده ومظبط ومقفل ومضيق الحصار وعامل كل حاجه، مره واحده تجيلك الضربه من هنا فتبقى متفاجئ، وهي دي عنصر المفاجاه والمبادره اللي عملت مشكله الاسبوع اللي قبل اللي فات. بس قلت لكم رب ضاره نافعه، ان احنا انتبهنا دلوقتي ان الارهابيين بيغيروا تمركزاتهم، عشان كده حملات التمشيط الواسعه اللي بتحصل في الظهير الصحراوي ومحافظات الصعيد والخارجه وطريق الواحات وكذا بتسفر كل يوم عن سقوط ارهابيين جدد ما كناش نعرف ان هم راحوا هناك. وهي دي الفايده، الفايده دلوقتي انه ما كناش نعرف ان في تمركزات هناك ولا معسكرات هناك ولا خلايا هناك ولا كذا هناك. فلما نفوق لهم دي اسهل حاجه، اسهل حاجه ان احنا نعرف انه خلاص اتنقلوا من هنا لهنا، ولا قدر الله ما يبقاش في تمركزات اخرى لا نعلم عنها شيء ان شاء الله، يعني ربنا هو اللطيف الخبير. وكمان الشده مخليه القياده السياسيه كمان في تواصل مستمر، في متابعه مستمره
مش بس سايبة وزارة الدفاع وزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية شغالين، لا ده القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع يوميا نشاط هذه الأجهزة في محاربتها للإرهاب. وبالمناسبة منذ سويعات يعني من ساعتين ثلاثة بالكتير كان في اجتماع على أعلى مستوى بيرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة بصحبة وزير الدفاع وزير الداخلية ورئيس جهاز المخابرات العامة وبعض القيادات الأخرى، والصورة قدام حضراتكم. سألهم عاملين إيه؟ عمليات المداهمة والتمشيط عاملة إزاي؟ نقص المعلومات تم توفره ولا لأ؟ محتاجين تيسيرات وتسهيلات، محتاجين دعم فني، محتاجين دعم تسليح، محتاجين دعم كذا، لأن في النهاية إحنا في حالة حرب، فالدولة كلها معبأة للحرب وللانتصار في هذه الحرب. فدور رئيس الجمهورية إنه ينسق ما بين هذه الأجهزة دعما ليهم في حربهم المقدسة ضد الإرهاب. فنتمنى إنه نوبة الصحيان دي تستمر حتى على المستوى الشعبي، وأرجوكم وللمرة الألف بقولها لكم والله العظيم ثلاثة، الإخبار، المعلومة، الإرشاد عن إرهابي أو المشتبه في إنه إرهابي أو المحتمل إنه إرهابي أو المشبوه في أفعاله أو الغريب في أطواره، والله واجب وطني ربنا حيثبنا عليه، لأنك أولا بتساعد بلدك، ده أنا بعتبره ده جهاد في سبيل البلد حتى لو بالمعلومة، مجرد رفعت سماعة التليفون ألو الأمن الوطني أو اسم الشرطة اللي أنا تابع ليه أو أي حاجة، أنا الشقة اللي جنبي فيها أعمال مشبوهة، مش أعمال مشبوهة دعارة، أعمال مشبوهة يعني فيها ناس شكلها غريب، في اجتماعات شكلها غريب، في صناديق بتطلع بالليل وحاجات مش عارف إيه وبتاع وحاسبات آلية يعني في حاجة غلط، إبلاغ. في ناس والله تصدقوا أنا في مرة بعد ما قلت الجملة دي من شهرين كده قلت لكم يا جماعة أنا يكون ليا الشرف، أنا يكون ليا الشرف إن أنا أبقى مرشد لبلدي، ان انا ابقى مخبر لبلدي، وكان مهنه المخبر دي بقت مهنه سيئه السمعه. يقول لك انا اسود، ده انت بقيت مخبر ايه يا بقيت مخبر، بقيت مخبر ده بقيت حرام يعني، بقيت ايه، بقيت واحد محترم باخبر عن الحراميه والارهابيين واللصوص وكذا لصالح القانون ما اسماها من واشرفها من مهنه. فلما قلتها مره من شهرين ثلاثه احد الاصدقاء شفته بعد الحلقه وبتاع قال لي يا تامر انت بتقوله ده ايه يا تامر، انت عايزنا نبقى مخبرين؟ قلت له هو انا يعني انت بتبقى مخبر على مين؟ انت بتبقى مخبر على الارهابي، وانت عايز تصاحب الارهابي في ايه؟ عايز تامن الارهابي في ايه؟ عايز تطبطب الارهابي في ايه؟ ايه الوشايه؟ فقام قايل لي لا قصدي فتنه والفتنه اشد من القتل. قلت له انا قلت له لفظ ما ينفعش اقوله على الهواء، بس قلت له مين اللي قال لك كده؟ حطه بقى تيت دي مكان تيت، مين اللي قال لك كده؟ قال لي لا ما هو الشيوخ والائمه مش عارف ده موجوده في القران. قلت له يا عم هو الموجوده في القران الفتنه اشد من القتل، ان ربنا قال لك ما تفتنش على الارهابي، ربنا قاصد ما تفتنش على القاتل، ما تفتنش على الناس اللي بيفسدوا في الارض، ربنا قايل حكم على الفاسدين المفسدين في الارض ده ان تقطع ايديهم وينفوا ويقتلوا ويعني بيتبهدلوا، فانت بدل ما تساعد في بهدلتهم وانفاذ القصاص فيهم بتساعدهم عن طريق ان انت تسكت، ما تعرفش ان الشيطان الساكت عن الحق الشيطان اخرس، ولا دي ما خدتهاش في الدين؟ فقال لي لا طب انا لو قلت معلومه مش هتجاب، قلت له هتجاب في ايه؟ لو المعلومه بتاعتك صحيحه اخرها هيستدعوك عشان يقولوا لك طب قول لنا مين فين شفت ايه عملت ايه مش عارف كذا، عشان يجمعوا بيانات عشان يعرفوا يعملوا حمله او مداهمه او يتابعوا او يراقبوا او كذا، دي اخرها. لسه خدوا بالكم في ناس بتخاف يقول لك لحسن اتجاب في القضيه، اتجاب في القضيه ليه؟ الا لو كنت انت مشترك بحاجه، لكن لو انت بتبلغ عن شقه في العماره اللي قدامك او شقه في الدور اللي تحتيك او كذا بس كده، ايه علاقتك؟ بالعكس هتشكر وتثاب. وانا اتمنى ان وزاره الداخليه كمان وجهاز الامن الوطني يفكر في شكل من المغريات، شكل من المحفزات، ان شاء الله تطلع فلوس بس لو المعلومه طلعت صح، لان لو المعلومه طلعت صح وبتاع كله هيبلغ عن حتى حماته. لو انا بلغت بلاغ انه في شقه مشبوهه، ان في شخص في الحي اللي انا ساكن فيه مشبوه، افعاله مشبوهه، شكله مش عارف ايه كذا، ثم وزاره الداخليه راقبته وتابعته مش عارف اكتشفت انه كذا، لازم اخد جايزه، لازم اخد مكافاه، مش عيب طالما المعلومه طلعت صح وافادت للقبض على تشكيل او خليه او تنظيم او فرد واحد ارهابي، انا كده انقذت ارواح كتير وساعدت الدوله وساعدت الداخليه
مش عيب اذا كان اللي بيلاقي محفظه بياخد 10% منها، مش القانون كده؟ لو لقيت محفظه في الشارع وكان عندي ضمير وامانه وما ضربتش عليها ورحت سلمها اسم الشرطه ورجعت الفلوس لاصحابها، انا باخد 10% من اللي في المحفظه او ايا كان، لو شنطه او شوال او اي حاجه باخد 10% منه. فما بالك لما ارشد عن خليه ارهابيه، الدوله بتصرف ملايين الجنيهات للبحث والاستقصاء والمعلومات وبتاع عشان تدور على المعلومات، لما اجيب لهم انا معلومه وتطلع صح لازم اخد مكافاه، مش عيب. فانا انصح وافكر يعني بصوت عالي مع وزاره الداخليه ان هم يعلنوا ده، ان المواطن الشريف، المواطن الشريف اللي هيبلغ عن مشتبه فيه ويتضح ان الابلاغ صحيح له مكافاه ماليه تطلع ايا كان، بس في النهايه لازم يبقى فيه محفزات، هو ما يبقاش كله عقاب 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 بس. وفي اشياء كتير هاودي حضراتكم تقرير دلوقتي عن ابرز الاحداث اللي حصلت من امبارح للنهارده بعد العمليه الناجحه بتاعه اسيوط الخارجه. وبعد ما ارجع من التقرير عايز اطرح على حضراتكم فكره، ربنا يستر يعني، بس نشوف التقرير. بناء على تكليف من النائب العام المستشار نبيل احمد صادق، بدأت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات في أحداث الاشتباكات التي جرت بين قوات الأمن وعناصر إرهابية مسلحة بإحدى المزارع بمنطقة الكيلو 47 بطريق أسيوط الخارجة، مما أسفر عن مقتل 13 مسلحا بعد تبادل كثيف لإطلاق النيران مع قوات الأمن. محقق نيابة انتقلوا إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة ومناظرة جثامين القتلى والوقوف على نوعية الأسلحة التي كانت بحوزة المسلحين والتي تم العثور عليها بمكان الاشتباكات، حيث قرر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا تكليف خبراء مصلحة الأدلة الجنائية بفحص الأسلحة التي عثر عليها في موقع الحادث وبيان نوعها ومدى قابليتها للاستعمال وإجراء تحليل الحمض النووي لتحديد هوية القتلى ومعرفة بياناتهم مع ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على جثامين القتلى وتحديد أسباب الوفاة لكل منهم. كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول القتلى وانتماءاتهم التنظيمية. وما هي إلا أيام قلائل واستجابت الشرطة المصرية لنداء أبنائها في القصاص لشهداء الوطن الذين راحوا ضحية عملية إرهابية خسيسة منذ عدة أيام على يد إرهابيين بمنطقة الواحات. ثأر لشهدائنا أثار ردود أفعال واسعة، حيث أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بالضربات الأمنية الناجحة التي بدأتها قوات الأمن على العناصر التكفيرية، مؤكدا أن قوات الأمن لا يكسرها أي إرهاب لأنهم يجاهدون أهل التطرف ويفدون الوطن بأرواحهم. كما أشاد عدد من نواب مجلس الشعب بهذه الضربة الأمنية مؤكدين أن أجهزة الأمن أثبتوا عزمهم على اكتثاث جذور الإرهاب، معربين عن دعم البرلمان وأجهزة الدولة لقوات الشرطة والقوات المسلحة. وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه الضربة الناجحة، حيث قال أحدهم: النهاردة بس أقدر أقول البقاء لله في شهداء مصر الأبطال رجال الشرطة، حقهم راجع، موضحا أن الداخلية بدأت تثأر لشهدائها. سمير، الحياة اليوم. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد بطرهم تسلموا من كل سوء، حاربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق. حيو اللي نزل سلاحه، حيو كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش، قولوا للدنيا اجمع جاهزين احنا وهندفع رحنا لو ده المقام. معاش ولا كان يا بلدي كلنا نفس التحدي، شعب بدرجة مقاتل. حيوا اللي نزل سلاحه، حيوا كل اللي راحوا، واحفظوا كل الوشوش، وكمان قولوا لولادكم في ناس علشان بلدكم ضحوا ما ترددوش. حيوهم فين ما كنتم واحلفونا خد بطرهم تسلموا من كل سوء، حاربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق. أغنية جميلة الحقيقة. في لقطة صغيرة كده سمعتها في التقرير وأنا
حاسس انها متكرره كتير في لغتنا وفي كلامنا، والحقيقه هي مش عجباني قوي. يعني الزميله اسراء وهي بتقرا التقرير كانت بتقول واحده من التعليقات اللي كاتبها احد المواطنين على الفيسبوك، فقايل انه الداخليه عملت عمليه كويسه والنهارده نقدر ناخد العزاء في شهداء الشرطه اللي وقعوا كذا ومش عارف ايه والحق رجع كذا وكذا، وفي الاخر الداخليه ثأرت لشهدائها. الحقيقه شهدائها دي مش عجباني. ليه مش عجباني؟ علشان دول مش شهداء الداخليه، دول شهدائنا. في فرق كبير ما بين شهدائها وشهدائنا، نوها ونيها. فاكرين نوها ونيها؟ الناس اللي عايزه تبعد القصه عنها نوها. فاكرين المسرحيه؟ ما كانش مسرحيه ولا فيلم، مش فاكر. كان نوها. نوها يعني بعيد عننا، مش قضيتنا. عشان كده لما بيحصل عمليه لا قدر الله بتستهدف القوات المسلحه يقول لك شهداء الجيش، شهداء القوات المسلحه، شهدائها. والعمليه بتاعت الوحات بقت شهداء الداخليه، كان الداخليه مش مننا. خدوا بالكم دي نقطه، ما حدش يقول يا تامر انت بتتكلم في ايه وده فرعيات وضمير. لا، ده انا بتكلم في الضمير، الضمير اللي في الاخر اللي هو الهه ده، هو ده الضمير. بس مش بقى الضمير النحوي، ضمير البني ادمين. هم ليه شهدائها؟ يعني دي داخليه سويسرا، داخليه اسكتلندا، جيش فلسطين، جيش امريكا، جيش مصر وداخليه مصر. واللي بيشتغلوا في الجيش اخويا واخوك وابن عمك وابن خالتي، واللي بيشتغلوا في الداخليه اخوك واخويا وابن عمك وابن خالتي. فبالتالي لما نقول الجمله دي ارجو ارجو انه حتى في بيانات القوات المسلحه وبيانات وزاره الداخليه وفي كلامنا احنا المدني كمواطنين، يا اما نقول شهدائنا المصريين، يا اما نقول شهداء الوطن او شهداء مصر. لكن الداخليه ثارت لشهدائها، قصه برانا؟ لا مش برانا. ما هو الشهيد ده تعال وزور قريبك اللي في البيت اللي جنبك هتلاقي ده ابنه اللي مات، فيبقى شهدائنا. اذا كنت بتعتبر ان جارك اللي في البيت اللي جنبك ده من اهلك ومن عيلتك واخوك، فانا ارجو ان احنا نغير هذه اللهجه وهذه اللغه، ويبقى كلامنا طول الوقت بعد كده مدنيين يسقطوا، عسكريين يسقطوا، شرطيين يسقطوا، شهدائنا او شهداء الوطن او شهداء الواجب او الشهداء المصريين. عشان هو كمان اسرته تحس انه مش تبعهم، لا تبعنا. اللي مات ده ابنك وابني وشهيد عندي كمان زي ما هو شهيد عندك. دي بس لقطه اتمنى ان احنا ناخد بالنا منها، لان الحاجات الصغيره بتفرق نفسيا ومعنويا جدا 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 عند هؤلاء الابطال. وعندنا كمان احنا حاسين كده ان احنا معاهم، مش هم واحنا، مش نوها ونيها. ارجوكم. طيب معي على الهاتف لواء دكتور محمود خلف، استاذنا العزيز ومستشار اكاديميه ناصر العسكريه. مساء الخيرات يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير. ازي حضرتك يا محمود بيه؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. سيد لواء، انا كنت بتكلم مع الساده المشاهدين منذ قليل عن الايجابيات اللي تولدت من رحم المعاناه، المعاناه اللي حصلت بتاعه الحادثه البشعه الجمعه قبل الماضي بتاع الواحات. الحقيقه رغم انها المتنا ووجعتنا كثيرا، لكن في ايجابيات كثيره حصلت، منها ان احنا انتبهنا الى التوزيع الجغرافي الجديد او التمركز الجديد للعناصر الارهابيه اللي راحت للظهير الصحراوي وسابت سيناء بعد تضييق الخناق، ان احنا كمان بقينا في نوبه صحيان كل اجهزه الدوله بما في ذلك الشعب كمان رجع وافتكر ان احنا لسه في حاله حرب وبقينا شادين الوتيره. فانا اعتقد ان دي فوائد يمكن البناء عليها دكتور. لا مؤكد طبعا، لان هو بيبحث عن ملاذ امن دلوقتي. ايوه. لان احنا شايفين الضربات شرقا وغربا. نعم. ضربات على مدار الساعه شرقا في منطقه سيناء والمنطقه الجبليه المحيطه بيها، وبعدين غربا داخل الحدود الليبيه بتتم على مدار الساعه. طبعا الملاذ الامن هو حرك نفسه كتير في سيناء، يعني ابتدى يبعد عن المنطقه الشرقيه ويدور على مكان فيها بيتم تعقبه. نقل دلوقتي في المحل اللي احنا شايفينه عشان يبقى قريب من الامداد الذي ربما يصل من ليبيا. توجه ليه ضربات برضه على مدار الساعه، اخرها ال 14 دفع رباعي اللي كانت من حوالي 48 ساعه. ايوه. هيبقى هو عنده المجال الصحراوي اللي هو المنطقه الغربيه بشكل عام. صحيح. واللي كان فيها منطقه الواحات، وهو بيعتمد على هذه المنطقه، هي منطقه نائيه، بس هو يعني بدا يحفر قبر بايده لان هو على مسافات من الحدود كبيره. لا هيتسنى التعاطي معاه والتعامل معاه بشكل يعني بشكل مختلف. وايضا حضرتك شايف ان هو كده ابتدى يحفر قبره بايده؟ مفيش كلام.
واسباب يعني لو حضرتك سألني اقول لك. بس انا عايز اعقب على المقدمه بتاع حضرتك لشهداء مصر. ايوه مفيش كلام، اوعى حد يقول شهيد شهداء مصر. صح، ما فيش حاجه اسمها شهدائها وشهدائنا. لا 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 ايها ولا نيها ولا كلام. صحيح صحيح، دي دماء مصريه، دماء مصريه عظيمه بتدفع الثمن بدلنا. صحيح مظبوط. مصر اذا كانت مصر عظيمه في انتصاراتها تاريخيا بدمائنا، دمائنا غاليه ومصر كمان غاليه تستحق تلك الدماء. ومليون تحيه لدماء مصر كلها، كل ابناء مصر في كل مكان، جيش شرطه ومدني واي حاجه. صح. دماء مصريه. صحيح صحيح، دماء مصريه، ومصر لا ترتفع ابدا الا بالدماء دي. انا بشكرك على التضامن في النقطه دي سياده اللواء. سياده اللواء، النقطه اللي حضرتك ذكرتها انه بعض الامدادات التي قد تصل لهم من الحدود الغربيه اللي هي حدود مصر مع ليبيا، الحقيقه دي في رايي هي ام المشاكل. يعني حدود طويله جدا تجاوز ال 1200 كيلومتر. الحل ايه في الحدود دي يا فندم؟ يعني مفيش في الدنيا طبعا قوات مسلحه ولا حرس حدود ولا كذا يقدر يغطي كل شبر في الحدود دي، ولا اي دوله حتى، لدرجه حتى انا بقولها الرئيس الامريكي ترامب من كتر ما جاله صداع من موضوع الحدود الامريكيه المكسيكيه ومش عارف يامنها، ورغم طبعا قوه الجيش الامريكي عايز يبني سور. فاحنا نعمل ايه في الحدود المصريه الليبيه؟ احنا مقاتلين ودي حرفتنا. اقدر اقول لك ان كانت النسب فيما مضى النسب كانت بنتكلم على يعني نسبه نجاح 25 الى 30% يستطيع المرور. تمام. استطيع ان اقول لحضرتك دلوقتي بملء الفم وصوت وصوره احنا قربنا على نعبر ال 99% الى 100%. ياه. مفيش حاجه هتعدي من ليبيا ابدا، ولا علبه سلمون حتى زي زمان اللي كان بيقربه، مفيش حاجه خالص. في امكانيات هائله جدا موجوده بتشتغلوا عن طاقه الصور، القوات الجويه بتنزل لنا احدث نظام بنشوفه في العالم، احنا دلوقتي بنشوف العربيات لما بتتمسك بتتشاف من الجو. أي. بيتم قصها، حتى المجرمين بيهربوا بيتم محاصرتهم. صحيح. بتكنولوجيا متطوره جدا، والمشهد ده كلنا بنشوفه، وده احدث نظام موجود في العالم، فبيتم تعقب. صحيح عندنا 1200 كيلو، بس احنا عارفين كمان النقط التي يتم التهريب اليها في الجنوب، في منطقه سبها وجنوبها واماكن كثيره. أي. بتنزل بالطياره، طبعا كان في ضغط على قطر، هي معدلاتها قلت. تمام. ولكن بتاتيها برضه من اماكن الى الى بيستهدفوا وتحركوا شمالا ثم ياتوا الى بالمقاربه للحدود المصريه. هذا يعني نستطيع ان نقول ان ليبيا كلها محطوطه تحت نظر وابصار نسور مصر، يشوفوا وبيتم التعاطي معهم في الوقت المناسب. ونقدر نقول ان المساله بقت اوسع من كده لانها شملت داخل اراضينا، لان عمليه الصقر وعمليه اباده المجموعه هي بتاعت الوحال. أي. مصر في المرحله الاخيره من تنظيف مصر، وانا بقول اهو تنظيف مصر تماما، واحنا نستطيع ان نقول ايضا بالنسبه للعالم، العالم بيبص لمصر على اقوى دول بتعامل الارهاب. يعني الارهاب لسه بيضرب امريكا، بيضرب فرنسا، بيضرب بيترسبيرج، بيضرب اضخم دوله، بيضرب اضخم مدينه. احنا الحمد لله بفضل الله هم دلوقتي ماشيين بيبوبوا في الصحاري سينا، الصحراء الشرقيه، في مناطق طبعا بطبيعه الحال احنا مساحتها 1,003,300 كيلو متر مربع. مظبوط. بتنحسر وبتلم في هذه المنطقه اللي هي منطقه قبرهم ان شاء الله، اللي هي شمال فرافره وهي مزنوقه مع الحدود الليبيه، ثم شمالا لن تستطيع ان تقترب شمالا من البحر الابيض. وبعدين المنطقه الصخريه اللي هي منطقه الواحات اللي هربت فيها الجماعه اياها بتاعه طريق الواحات الاعلام اللي هي 135. في شغل على مدى 24 ساعه في ضربات. بس في نقطه يا سياده اللواء لو سمحت لي، حضرتك بتقول انه احنا ان شاء الله في المرحله الاخيره لتنظيف وتطهير مصر تماما من هذه العناصر، بس في نقطه عامله قلق للكثيرين، وهي انه العمليات الناجحه اللي بتقوم بها القوات العراقيه والقوات السوريه وتطهير هاتين الدولتين الشقيقتين من الارهابيين ومن داعش، الناس بتقول لك ما هو لازم لا الناس دي هتروح فين؟ هينتشروا، وطبعا احنا محيط مهم بالنسبه لهم. هو في يعني ايه المخاوف مكانها، بس عايزين نوضحها من الناحيه العمليه. هو ما يقدروش يعني هيشيلوهم عمودي كده من المنطقه يطيروا في الجو وينزلوا في ليبيا. تمام. يعني هي يعني عشان نمشي مع الكلام ما نقدرش استبعدهم، ولكن مش عايزين نبالغ في هذا الامر. لان هو في يعني في شكوك حوالين عمليه الناس دي،
احنا في شكوك وانا هطرح شكوكي. هم عاملين بيقولوا ضربنا وموتنا، احنا نفسنا نشوف واحد مقتول منهم برضه. ما احنا بنشوفش ما بنشوفش، لا بنشوف لا جثث ولا بنشوف لا قطره. في شكوك. أيوة. مين هي الحكايه هناك عايزه يعني؟ لا ما خد بالك يا سياده اللواء، خد بالك اصل هو برضه امريكا ما بتهزرش في أيوة. في المناطق اللي فيها يعني مثلا في سوريا لما كانوا بيطهروا حته حته يقول لك طهرنا الرقه، هو الحقيقه طهرنا الرقه مش ان هم ضربوهم وموتوهم، لا ده هو امريكا بتفتح ممر امن لهؤلاء الدواعش وهؤلاء القتله يتحركوا منها كويس. وبعدين الجيش السوري يخش يستولى على المنطقه او على المدينه. قول كويس، احنا عايزين نمشي مع بعض بس كلام حضرتك. ممر امن لو انا هتكلم على الرقه خصوصا يعني بتكلم على شمال، ممر امن مش هيكون ممر راجل يروح تركيا طبعا، ممر الامن هيتجه الشرق ان احنا نروح ايران. مظبوط. يعني مش يعني هي في تساؤلات يعني جديره بالدراسه. الناس دي طيب بنقول مشيوا، طب هم ما موتوش حد؟ طب هم ما قبضوش على حد؟ اي حد من اللي بيحارب ما قبضش على حد؟ احنا ما شفناش حد من اللي هم بيتكلموا عنهم. في غيامه شويه، والغيامه احنا فاهمين سببها، والغيامه دي مرتبطه بهم قاموا ازاي اصلا، يعني هم طلعوا لنا داعش دي ازاي؟ دي قصه كده. صحيح. علشان ما نروحش بعيد عن الموضوع بتاعنا، هو ما يقدرش يرحلهم لبحرا. مظبوط. عشان يجوا هيقولوا هيروحوا ليبيا. هيروحوا ليبيا ما عندهمش غير طريق الاسهل، طريق بحرا. طبعا جوا محال يعني على اي طيارات وهينزلهم في سبها متشافه، يعني لازم هيطول طيران والطيران ده يتشاف. تمام. هيلف منين بري علشان يلف؟ لو هنخيل الخريطه هيلف الكره الارضيه عشان يوصل الى افريقيا، ومن افريقيا يتدفق الى تشاد الى نيجيريا عشان يجي. انا شايف لسه في كلام كتير، انما البحر لو نزلوا البحر هينغرقوا في البحر، مش هيوصلوا البحر. تمام. باي وسيله ويامنهم. ولازم ما ننساش نحن لدينا سادس اقوى قوه بحريه في العالم. الحمد لله. ما فيش حد يعرف يعدي مننا في البحر الابيض ولا الاحمر ولا اي حاجه. الحمد احنا لله. احنا مصر بالمرصاد لدينا كفاءه قتاليه سواء في القوات المسلحه والشرطه، العمل تعاوني بشكل متكامل، وانا مصر مصمم. عايزين نقول يعني المفارقه شويه كده عشان بحيث عمليه العمليات الارهابيه كان هدفها ايه؟ يعني بدا اول بدات لحد دلوقتي ايه؟ هدفها تخويف مصر. مصر خافت؟ مصر ما خافتش. ولا عمرها بتخاف. صحيح. علشان مصر تقول اي، مصر برضه عمرها ما قالت اي ولا هتقول اي. علشان مصر تتعطل وما تعملش تنميه برضه ما حصلش. علشان يموتونا كلنا احنا وراهم الزمن طويل، احنا 100 مليون مش هيقدروا يقتلونا. اذا الهدف من الارهاب، هم حسوا في النهايه ان مصر صخره هيتحطم عليها كل الاعاليب الشيطانيه. ان شاء الله. مش زي ما كنا تاريخيا، هيتحطم كل امانه. والدليل على كلامي ايه؟ شوف استقبال الرئيس، شوف احنا بنعمل ايه، احنا بنتحرك. اللي احنا عايزين نقوله ما نخافش، مش هنخاف منهم، وهنخلص عليهم، ومصر هتنضف هتنضف بقانون الطبيعه. صحيح. بقانون مصر. ده كلام مظبوط. عمرها ما بتخاف، ومصر ما قالتش اي، وعمرها ما هتقول اي لدم الشهداء الاعزاء اللي سقطوا، اللي خلونا عمرنا ما هنقول اي. لواء دكتور محمود خلف، شكرا جزيلا على هذه الرؤية وعلى هذا التحليل الاستراتيجي العميق. طيب معلش حتة أخيرة كده ونروح للفاصل. وهذا طرح، هذه فكرة، والحقيقة الفكرة اللي أنا هقولها دي مش من مرات أفكاري، عشان برضو ما بقاش أنا عارف إنها بتحصل في بعض الدول الكبرى الديمقراطية، وبين قوسين اهو، مش بين قوسين، بين اربعه اهو، الديمقراطيه، عشان انا عارف ان انا هتاكل دلوقتي من بتوع او الانسان والديمقراطيه. فيما يتعلق بالارهاب بس، فيما يتعلق بالارهاب بس، ماليش دعوه بانواع الجريمه تانية، حرامي، نشال، فاسد، مرتشي بتاع، تمام، فيما يتعلق بالارهاب بس. هو الارهابي ده بيطلع منين؟ من اسره، صح؟ هو السؤال، ينفع الأسرة تتعاقب بجريرة ابنها؟ يعني الأسرة تتاخد بذنب ابنها؟ في الدين مفيش حاجة اسمها كده، لا تزر وازرة وزر أخرى، كل واحد متعلق من عرقوبه. بس احنا في الإرهاب قصة مختلفة. في بعض الدول الكبرى، ومنها أنا بقول لكم اهو فرنسا، في أكتر من كده، فرنسا واحة من واحات الديمقراطية، بلد جميل، بلد كذا، بس فيما يتعلق في الدول القوية دي، فيما يتعلق بالأمن القومي ما بيهزروش.
زي بريطانيا كده ما قال لك لا تحدثوني عن حقوق الانسان عندما يتعلق الامر بالامن القومي البريطاني فلتذهب حقوق الانسان الى الجحيم. ده رئيس الوزراء البريطاني الاسبق ديفيد كاميرون هو اللي قال كده. فرنسا بتعمل ايه؟ المشتبه في انهم ارهابيين، مش بقى حراميه او بتاع، ارهابيين. امه بيتقبض عليها، اخوه بيتقبض عليه، مش عارف لو ابنه، مش عارف بيعملوا كده ليه؟ عشان يجبروهم ان هم يسلموا نفسهم. ارهابي تايه، ارهابي هربان، ارهابي فلتان، بيعملوا كده علشان يجبروهم. فتقول لهم ازاي؟ طب ذنبهم ايه؟ يقول لك ذنبهم حاجتين، سيبك ان هم ما عرفوش يربوه، دي قصه تانية، بس يقول لك ذنبهم انهم يا اما مداريين عليه، مداريين عليه، عارفين مكانه، بيتواصلوا معاه وبتاع، مداريين عليه، فده اشتراك في الجريمه. يا اما حتى لو مش عارفين انه ارهابي بس هو ساب الاسره ومشي من 5 سنين 6 سنين ما عرفوش عنه حاجه وبتاع، لازم الابلاغ، ابننا يا جماعه اختفى من 4 سنين وما نعرفش عنه حاجه ومش عارفين اراضيه فين. مش في ابلاغ عن المفقودين؟ ابنك لما يتوه بلغ عنه، ابنك لما يسيب البيت ويطفش ويروح في حته ينضم الخليه ولا ينضم الجماعه ولا ينضم المعسكر ولا ينضم الارهاب ولا ينضم لداعش وما بلغش، يبقى ده معناه ايه؟ يا اما عارف مكانه ومتواصل معاه بس من بعيد لبعيد، فبقى هنا متستر عليه وبالقانون هنا مشترك معاه في الجريمه واعاقب الاسره كل اللي عنده المعلومه. او حتى بقول لك انا هو انا عايش في بيت واخويا من 3 سنين طفش من البيت ما نعرفش عنه حاجه، ما نعرفش بقى انضم لفين، سافر ليبيا، سافر غزه، سافر مش عارف ايه، ولا نعرف عنه حاجه. ابلغ يا جماعه انا اخويا من 3 سنين طفش وما اعرفش عنه حاجه، حتى من سبيل الاطمئنان والنبي دوروا لنا عليه ويعرفوا اراضيه فين. هو احنا ندور عليه بقى نشوفه هو هربان من مشاكل اجتماعيه وعايش وبيشتغل في حاله وكذا، ولا هربان ومنضم الخليه ولا التنظيم ولا الارهاب. فالحقيقه الاسره بيئه حاضنه للارهابي، فمحدش يقول لي ما لهمش دعوه، محدش يقول لي لا اصل كل اسره فيها الفرح على عيني وراسي، بس نجيب امه الارهابي ده والاسره بعد كده حلال عليها تعيش منعمه مسلمه. لكن الاسره تربي لنا ارهابي يقتل فينا وتقعد هي تاكل عيش وحلاوه؟ لا. انا مش عارف الكلام اللي انا بقوله ده يمشي ولا ما يمشيش، بس هو مع باتريوت اكت اللي هو قانون الـ 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 الامريكي اللي معمول للارهاب وللاشتباه وكذا يمشي قوي. باتريوت اكت في امريكا ده القانون ده بتعتقل اي حد من اي حد تبع اي حد لمجرد الاشتباه، ولا تساءل، ولا تساءل الحكومه، يقول لك انا مجرد الاشتباه، طب خدت اذن النيابه ومش عارف ايه والحاجات دي، يقول لك بعدين الكلام ده، والا هتروح تحصله في معتقل جوانتانامو. ففي الارهاب مفيش هزار، مفيش هزار. وانا هحاول اتناقش مع مجموعه من المفكرين والمشرعين والمتخصصين في ازاي يتشاف لها صياغه، لان احنا بنحارب، ووقت الحرب كل الاسلحه مباحه طالما كانت مشروعه وفي صالح الوطن. وما تزعلوش مني لو الفكره طلعت شمال شويه، بس والله انا بفكر ولي على الاقل نصيب واجر اجتهاد المخطئ حتى لو ما كانتش الفكره صح. هنروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل اخبارنا في الحال اليوم. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. النهارده رغم ان هو السبت، وانا معلوماتي ان السبت بيبقى اجازه، او المفروض يعني ان السبت اجازه، الحكومه نفسها المعلنه ان النهارده السبت وامبارح الجمعه هما الاجازه عطله نهايه الاسبوع. لكن الحقيقه وعايزين ما نتكلم في يوم من الايام ان السبت ده اجازه بجد ولا لا، لانه اجازه والناس بتشتغل عادي والمدارس بتبقى شغاله حكوميه، يعني ماشي. انا قلت لكم من شهرين لما كان بدايه العام الدراسي، بدايه العام الدراسي كان السبت مش عارف 24 سبتمبر باين حاجه كده، فانا ساعتها سالت الحكومه وزير التربيه والتعليم، هو منين انتوا بتقولوا ان السبت اجازه ومنين بدايه التعليم يوم سبت؟ ما يعني لكن في مصر بلد المفارقات. لكن المره دي هي ايجابيه، انه رغم ان هو المفروض اجازه حكوميه، بس النهارده كان من انشط الايام في مجلس الوزراء، من انشط الايام.
رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل شخصيا عقد 6 اجتماعات متواصلة متتالية. بدأ الاجتماعات مع وزير النقل وزير الطيران آسف، ثم وزير النقل، ثم وزير البترول، ثم وزير التنمية المحلية، ثم وزير التربية والتعليم، ثم وزير المالية. اجتماعات متتالية متواصلة لمتابعة الشؤون العامة والملفات المختلفة والمجالات الخدمية المختلفة. أول اجتماع اللي كان حضره وزير الطيران كانوا بيتكلموا عن التجهيزات الأمنية والإجراءات الأمنية في المطارات المصرية، والتصريح اللي قاله وزير الطيران عقب الاجتماع إن احنا بنبحث الوصول بالمطارات المصرية إلى أن يبقى مطبق فيها أحدث وأفضل وأأمن الإجراءات المطبقة في كل مطارات العالم بلا استثناء. ده له مدلول على الخلفيات، طبعا له مدلول على الخلفيات، بس المدلول الأهم على المستقبل إن احنا عايزين مش نبقى قريبين من الناس الكويسة، احنا نبقى عايزين نبقى أحسن الكويسين. كنا زمان بندور على مصطلح أحسن الوحشين، يقولك بس احنا أحسن الوحشين، لا، اللي جاي إن احنا نبقى أحسن الكويسين. نسمع اللي قال وزير الطيران. يعني النهاردة طبعا كان في اجتماع مع دولة رئيس الوزراء بخصوص الخطط الخاصة بوزارة الطيران، والنهاردة كنا مركزين على الجزء الخاص بالمطارات ومصر للطيران. تم العرض والمناقشة مع دولة الرئيس في تطوير شركة مصر للطيران، وهو جزء من برنامج الحكومة. المرحلة الأولى من تطوير الأسطول بتاع مصر للطيران كانت 9 طيارات، وقربنا ننتهي منها، فاضل أظن طيارة واحدة. المرحلة الثانية اللي احنا ابتدينا فيها دلوقتي، ودي أخبار يمكن سارة للجميع، بنتكلم عن 45 طيارة، هنعلن عن تفاصيلها بعد كده. دي يمكن أكبر صفقة طائرات ما بين شراء وتأجير مصر للطيران، 45 طيارة، أكبر صفقة لمصر للطيران قامت بيها في الفترة اللي فاتت. طبعا ليه احنا بنحدث الأسطول؟ وده مهم جدا، بنحدث الأسطول علشان نقلل التكلفة، الطائرات الحديثة بتقلل التكلفة. ثم لقاء وزير النقل مهندس دكتور هشام عرفات، والحقيقة وزير النقل الدكتور عرفات أنا مستبشر بيه. يعني في بعض الوزراء في الحكومة خصوصا اللي انضموا للحكومة جديدا، يعني أنا قلت لكم مستبشر من أول الحكومة بالوزيرات النساء اللي هي وزيرة الاستثمار، وزيرة التضامن، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزيرة التخطيط كمان. في حد تاني؟ تمام كده. انا قلت صح، النصر، غدا والي، هلا السعيد، نبيله مكرم، لا بتهيألي في حد كمان، ماشي. طيب لكن المجموعه الجديده اللي انضمت من اكتر الوزارات، خصوصا 2 اللي على راس هذه القائمه المبشره واللي بتدعوني للتفاؤل، وانا متابع شغلهم والحقيقه عندهم فكر محترم، طارق شوقي وزير التربيه والتعليم، وهشام عرفات وزير النقل. عنده أفكار وماكينة حقيقة، دينامو لا يهدأ، وبيعمل طفرة مهمة جدا في موضوع الطرق والأنفاق وكذا، وانتوا عارفين مسؤولة كمان عن السكة الحديد، فعنده ملفات كثيرة، والراجل الحقيقة دماغه مختلفة زي ما بيقولوا كده، متعلم بره، يعني تعلم كويس. تعالوا نشوف أبرز ما قال هشام عرفات عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء. للسكة الحديد، محور السكة الحديد، كنا النهاردة اتناقشنا في اللي ما تم إنجازه في مشاريع تطوير الإشارات اللي هي تطوير البنية الأساسية وتغيير القضبان، ودي طبعا احنا كنا اتكلمنا عليها كثير، وقلنا ان عندنا احنا شغالين في مشاريع حاليا بحوالي 1400 كيلو في أعمال تطوير الإشارات. القطاع بتاع أسيوط نجع حمادي اللي احنا ان شاء الله هنمضي العقد بتاعه مع شركة عالمية لأعمال تطوير الإشارات اللي هي تحويلها الى اشارات الكترونيه within او في حدود او في غضون هذا الشهر ان شاء الله. ثم وزير البترول، ورغم ان هو وزير بترول بس الكلام النهارده كان عن الغاز، وانتوا عارفين حضراتكم ان الغاز من اهم مصادر الطاقه كمان، واللي لازم نركز عليها اكتر، واحنا الحقيقه متهيألي اهدرنا سنوات كتير في التاريخ المصري في ان احنا نستثمر الغاز. احنا دولة مش منافسة في البترول، مش منافسة في النفط، احنا مش دولة نفطية زي دول الخليج العربي كده، اللهم لا حسد ربنا يزيدهم، احنا دولة مش نفطية، لكن احنا دولة غازية، وارجوكم تفهموها صح، غازية بمعنى ان فيها احتياطي غاز كتير.
وضيعنا سنوات كتير في ان احنا ما استثمرناش في هذا الاحتياطي، ضيعنا سنوات كتير في ان احنا ما نفسناش في سوق الغاز بالشكل السليم. واعتقد انه الفوقان المصري اللي حصل في الفترة الاخيرة من ان احنا ابتدينا نتعاقد مع شركات دولية متعددة الجنسية عملاقة للتنقيب واستخراج الغاز، وابرزها اللي حصل مع شركة ايني الايطالية لحقل ظهر اللي موجود في حدود مصر الإقليمية في سواحل البحر الأبيض المتوسط، واللي هيبدأ إنتاج الغاز فعليا إن شاء الله كما وعدنا في شهر ديسمبر القادم. كمان وزير البترول النهاردة كان في اجتماعه مع دولة رئيس مجلس الوزراء وبيتكلموا عن تنظيم الغاز، تنظيم الغاز، وأعتقد كان بيتكلم عن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز، لان انتوا عارفين ان فيها مشاكل كتير وثغرات كتير سواء على المستوى القومي زي المشروعات وكذا، او حتى على المستوى الشعبي والخدمات وموضوع الغاز وانبوبه البوتاجاز والاسطوانه والمستودع والانبوب والمصدر والليله الطويله اللي كان طول الوقت الوسطاء والمرتشين وبتوع السوق السوداء هم اللي بياكلوا اليغمه وبياكلوا الدعم. خلونا نشوف وزير البترول قال ايه عقب الاجتماع. اختار متابع دوله رئيس الوزراء للأعمال والمشروعات التي تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية، فكان لقاء النهاردة مع دولة رئيس الوزراء لمتابعة تلك الأعمال، والحقيقة نحن ناقشنا آخر تطورات إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الغاز. الموضوع الثاني اللي احنا تناقشنا فيه هو متابعة بعض المشروعات الجارية واللي احنا بنجهز لها للاستعداد لافتتاحها وتشغيلها في القريب العاجل. وكان من ضمن هذه المشروعات اللي احنا اطلعنا دولة رئيس الوزراء عليها هو المستودعات الجديدة لشركة مصر بترول في منطقة بدر، ومنطقة بدر على طريق السويس. معي على الهاتف سعادة السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. مساء الخير أشرف بيه. اهلا، مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. تحياتي لحضرتك. ان مش النهاردة اجازة سعادة السفير؟ يعني حضرتك عارف احنا بنعمل تقريبا جميع ايام الاسبوع الحقيقه، يعني ايام الاسبوع بتشتغلوا عادي، يوم الاجازه السبت الشغل اكتر من العادي، 6 اجتماعات بسم الله ما شاء الله والبقيه تاتي. الحقيقه ايوه، يعني هو يعني العمل مستمر طول اليوم من الصباح، وفي نشاط للسيد رئيس الوزراء مع ولقاءات مع عدد كبير من الساده الوزراء. طبعا في عدد من الموضوعات المهمة حضرتك أشرت إليها، سواء فيما يتعلق بالطيران، سواء فيما يتعلق بالنقل، سواء فيما يتعلق بالغاز. يمكن فيما يتعلق بالطيران كان هناك موضوعين مهمين الحقيقة. الموضوع الأول هو خطة التطوير والتحديث الخاصة بشركة مصر للطيران. طبعا مهم جدا أن الشركة تكون عندها قدرة على منافسة قوية، وأن يتم تحديث الأسطول، لأنه كان هناك فترة طويلة لم يتم تحديث الأسطول بشكل يتناسب مع التطورات على المستوى الدولي. زي ما حضرتك أشرت وأشار السيد الوزير في مؤتمر الصحفي، هناك يعني مجموعة من الطائرات الجديدة التي سيتم ضمها إن شاء الله إلى الأسطول المصري قريبا. نعم. من ناحية أخرى كان هناك فيما يتعلق بالمطارات، هناك اهتمام كبير من الدولة بكل ما يتعلق بالمطارات، سواء فيما يتعلق بتشغيل المطارات الجديدة التي تم إنشائها، أو فيما يتعلق بتطوير وتحديث البنية التحتية للمطارات المعمول بها حاليا. ممتاز. في شرم الشيخ، في الغردقة، في مطار القاهرة، في كل المناطق الحقيقة. التطوير يشمل أولا الخدمات المقدمة للركاب، ثم طبعا منظومة الأمن في المطارات ومنظومة الرادارات، التجهيزات الفنية. يعني الحقيقة كل مطار بيكون له احتياجات مختلفة عن المطار الآخر، وبالتالي هناك أهمية أن يكون في متابعة لهذه المشروعات، وأن يكون يعني تتم في توقيتاتها المحددة. تمام. احنا كلمنا كمان وعرضنا للسادة المشاهدين تصريحات وزير النقل المهندس دكتور هشام عرفات ووزير البترول فيما يتحدث كلهم طبعا في مجاله عن المشروعات وكذا، لكن عايز أسأل حضرتك عن الاجتماعات الأخرى التي لم نسمع تصريحات لوزرائها. مثلا ماذا دار في اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء مع وزير التنمية المحلية؟ كان الاجتماع مع السيد وزير التنمية المحلية كان بيتناول
بعض المشروعات وخطة تطوير مدينة السويس. الاجتماع حضره السيد محافظ السويس، والاجتماع كان على خطة تطوير في المحافظة. تمام. عدد من النقاط يمكن نبدأها بمشروع تطوير طريق السويس ومدخل السويس نفسه، في اهتمام أن يكون مدينة السويس تظهر بمظهر حضاري ومظهر لائق، سواء فيما يتعلق بالطريق ومدخل السويس، سواء فيما يتعلق بالاهتمام بالوجه الحضاري للمدينة من خلال البنايات وصيانة البنايات، ويعني أن يكون في نوع من التحديث لهذا الموضوع في المدينة. في مشروعات في مجالات الإسكان تم مناقشتها، في مشروعات في مجالات الصرف الصحي تم مناقشتها، في مشروعات في مجالات الصحة تم مناقشتها. يعني الاجتماع كان منصب بشكل مركز على السويس وكيفية يعني إقامة عدد من المشروعات. ممتاز ممتاز. ثم لقاء دولة رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم. طبعا موضوع التعليم، حضرتك تعلم انه موضوع التعليم قضية مستمرة وقضية مهمة جدا، قضية يعني الحكومة بتبذل فيها حقيقة جهد كبير، سواء فيما يتعلق ببناء وزيادة الساعة الفصول في الوقت الحالي، او تطوير العمليات التعليمية في برامج تدريبية للمدرسين، في أفكار جديدة ومقترحات بيتم ضخها في المنظومة التعليمية بشكل مستمر. الهدف هو أن تكون المنظومة تتطور ويعني تصب للأهداف اللي احنا كلنا بنأمل أن احنا نشوفها في مصر. ممتاز. آخر اجتماع كان مع السيد وزير المالية، وهو ده الاجتماعات دايما اللي بتخوفني يا سعادة السفير، اجتماع وزير المالية اوعوا تكونوا بتناقشوا ضرائب ولا دمغات ولا قيمة مضافة تانية. الحقيقة انه يعني خليني اقول انه لسه يعني ليس لدي معلومات عن هذا الاجتماع في الوقت الحالي. بس هو ده المقلق. لا، هو الاجتماع الحقيقة دايما يعني هي دي اجتماعات دورية مع السادة الوزراء بتبقى لمناقشة موضوعات مطروحة وجارية. تمام. وموضوعات يعني العمل اليومي للحكومة. أي. لانه من وقت لآخر بيكون يعني لازم يكون في مناسبة لمناقشة بعض الموضوعات. صحيح. يعني طب أرجو أن حضرتك عاقب الاجتماع تبقى تطمننا بس بأبرز ما دار في الاجتماع، وتطمننا أن مفيش لا قدر الله أعباء بس مالية جديدة على المواطن. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا سعادة سفير أشرف سلطان متحدث باسم مجلس الوزراء. النهاردة قلت لحضراتكم في عناوين الأخبار أن وزارة الصحة أعلنت أنه حيتم ضخ 100,000 عبوة بنسلين في المستشفيات العامة، وسيتم صرف هذا البنسلين بشكل مجاني. هو الفكرة يعني ده جاي في إطار إيه، وفكرة تنظيمها وتقديمها واستلامها من قبل المواطنين هيتم بعمل إزاي؟ معي على الهاتف دكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة. مساء الخير يا دكتورة. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ال 100,000 عبوه بنسلين دول يعني جايين في اطار ايه، وهيتم صرفهم وتوزيعهم بالشكل عامل ازاي، وهل ده لتفادي ان كان فيه مثلا نقص او شح في السوق؟ هو الحقيقه كان فيه الفتره اللي فاتت نقص في المستحضر البنسلين الطويل المفعول نتيجه لضعف الاستيراد او امتناع بعض احد الشركات المستورده يعني الاستيراد، والحمد لله بالتعامل اللي تم من وزارة الصحة واتخاذ كافة الإجراءات تم استيراد 100,000 فايل. طبعا احنا استهلكنا اصلا خلال الشهر بيتراوح ما بين 320-350,000 فايل. عندنا الحمد لله شركتين محليتين بينتجوا، وده اللي بيورد للمناقصة واللي بيورد لمستشفيات وزارة الصحة، وانا بطمن اصلا قبل 100,000 ده اضافة على ما كان موجود في مستشفيات وزارة الصحة، وكان بيصل الى 67,000 فايل على مستوى المحافظات كلها. تمام. المفروض ان المريض لما بيدخل سواء مستشفى عام او المستشفى التامين الصحي او المستشفى اللي هو بيكشف فيها تبع المستشفيات الحكوميه، بعد ما بيتكتب له في العياده بيروح يصرفها من الصيدليه. بنأكد ان هي تكون موجوده، ويطمئن المواطن المصري جدا ان هو تكون موجوده. باضافه كمان ال 100,000 اللي احنا وردناهم دولت، المفروض ان هيكون موجود الانسولين المستورد
في صيدليات الشركة المصرية وفي الصيدليات العامة العادية، لأن احنا كنا مقللين الصرف في الصيدليات العامة علشان نوجه الناس ناحية شركات صيدليات الشركة المصرية منعا بس لأن الكميات تتاخد تتوزع خارج النطاق الشرعي يعني في السوق الموازي او هذا الكلام. مفهوم. انا بس بطمن حضرتك كمان ان مش ال 100,000 فقط، ال 100,000 دي اول دفعه من مليون فايل. أيه. تم اخذ موافقه استيراديه عليهم وتم اتخاذ كل الاجراءات الاستيراد، ففي 900,000 فايل في خلال ان شاء الله من 10 الى 15 11 نوفمبر القادم ده هيكونوا داخلين البلد، واعتقد دولت هيكفونا 3 شهور خلاص، يعني لن نسمع عن ازمه خالص في هذا المستحضر يعني اللي كان تسبب بس احد ازمات التمويل في احد الشركات او يعني مرضى يعني السكر والمطالبين بتوفر مرضى السكر المطالبين عايزه ادي بس خط ساخن دكتوره حضرتك سامعه لانه ما بيعرفوش كل المواطنين يوصلوا لنا. طيب واضح ان لسه معاني خط ساخن 25 35 4 150 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع تحت اي ظرف، اي حد ما كانش فيه اي اتاحه للانسولين من المنافذ اللي انا قلت عليها سواء المصريه او في المستشفيات العامه الحكوميه يتصل علينا واحنا على طول هنتعامل وهيكون متوفر هنوجهه للفرنسا. تاني الرقم لو سمحت يا دكتور. 25 35 4 150. طيب. ولو استاذن سيادتك يعني يكون طبعا دائما يعني يمر في الشريط بتاع قناه زي قناه الحياه الكل بيتابعها طبعا حاجه ممتازه جدا ويبقى دور يعني مهم جدا تقوم معنا ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا دكتوره. النقطه الثانيه باعتبار حضرتك مسؤوله عن الصيدله، هل قصه الادويه والتضارب في الاسعار وموضوع السعرين السعر القديم والسعر الجديد لسه ازمه مستمره ولا شفتوا لها حل؟ هي الأزمة دي الحمد لله تعتبر يعني انتهت بمرور الوقت نتيجة لأنه طبعا الكميات المتواجدة في الصيدليات اللي عليها سعر قديم اتباعت، ثم اللي بيبقى عليه سعر جديد لأن ده إنتاج جديد. احنا الدولة كانت حريصة على إن يكون العلبة عليها سعر، ليه؟ لأنه نشر التسعيرة هي السعر الموجود على العلبة، وده طبقا لقانون الصيدلة إن لازم العلبة يكون مطبوع عليها سعر، على اساس انه انا كمواطن ماسك علبه في ايدي مكتوب عليها 20 جنيه يبقى هي موجود سعرها 20 جنيه، لكن لو انا اقريت مبدا الشطب انا مش هعرف هي هتبقى 20 دي زادت بقت 24 لا زادت بقت 30 صحيح صحيح زادت بقت كام؟ فهذا الكلام يعني معلش طبعا حركه تحريك الاسعار بيتبعها شويه من الاثار السلبيه اللي كلنا بنتحملها، لكن ما بنفقدش مبادئ عامه اللي هو مبدا التسعير الجبري، مبدا ان نشره السعر هي عباره عن العلبه اللي في ايد المواطن، كل الحركات دي كان لازم كلنا حتى لو هنرهق شويه الصيادله طبعا في الصيدليات يعني ارهقوا في هذا الامر احنا كتفتيش وفي المرور وفي متابعه التوزيع ومتابعه الشركات المنتجه كل الاطراف ارهقت من اجل ان احنا نحقق مبدا هو الحفاظ على السعر الجبري للدواء، وبمرور الوقت بينتهي كل الكميات ديت وانتهت فعلا في اغلب الادويه المستورده واغلب الادويه اللي هي تمام. يعني حضرتك شايفه انها المشكله هتخلص بفكره نفاذ الكميات القديمه من الصيدليات، فبالتالي مش هيبقى فاضل غير المنتج الجديد اللي عليه السعر الجديد. بالظبط كده يا فندم، بالظبط كده، ويبقى كل الامور مستقره انه ما حصلش اي اختلاف في نظره المواطن للدواء، الدواء المصري طول عمره العلبه عليها سعرها. كده الامور استقرت بمرور الوقت، وطبعا يعني شاكرين طبعا التفتيش الصيدلي والاجهاد اللي صحيح. تم مع والشركات اللي تحملت طبعا الصيدليات ففتره وبتعدي، لكن ده كان مبادئ هامه جدا ما بيننا وما بين المواطنين لازم نتحملها عشان نحافظ على صحيح. المنظومه الصحيه اللي هي يعني مستقره في مصر، لانه بصراحه كان ظاهره شكلها سيء جدا ان انت تخشي صيدليه تاخدي دواء بسعر تخشي الصيدليه اللي جنبها تلاقي سعر تاني. هو الاول مره يحصل تحريك سعر بشكل مجمع كده نتيجه للديفالويشن، والحقيقه انا بطمن حضرتك ان تحريك السعر ده عمل نقله، يعني عمل نقله في صوره مصر على فكره على المجلات الدوليه ذكرت فعلا تم ذكر ان ازاي الحكومه اتدخلت وبسرعه الوطنيه والصناعه المصريه عموما سواء شركات اجنبيه او حكوميه حرك كان بنسبه 90% هو سليم، ولكن في 10% شويه من السايد افكت او السلبيات اللي كنا نتحملها يعني ممتاز. انتهت يعني بمرور الوقت هتنتهي اكتر وهيرجع السوق لطبيعته باذن الله. دكتوره رشا انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله قريبا يبقى لنا لقاء نتكلم فيه عن
سوق الدواء بشكل مفصل وتحليلي. انت حضرتك زي ما انت عارفه قصه الدواء هي اولويه اولى لكثير جدا 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 من المواطنين، خاصه طبعا اصحاب المرض ربنا يعافيهم ويعافينا يا رب، بيبقى بالنسبه لهم اهم من الاكل والشرب، فلازم يبقى متوفر وبجوده وبفاعليه، اللي هي الماده الفعاله كمان تبقى شغاله وبسعر مناسب ان شاء الله. يعني ما نتكلم، لان قصه الدواء دي قصه كبيره ممكن نفرد لها حلقه كامله، لانه فيها لسه ثغرات ولسه فيها معاناه وعايزين نظبطها يعني. لا ليه مهم. الدكتوره سحر نصر وزيره الاستثمار والتعاون الدولي عقدت ورشه عمل مع بعثه البنك الدولي من اجل حاجه مهمه الحقيقه. الحاجه المهمه دي، وانا سعيد الحقيقه ان الدكتوره سحر نصر عاملة موازنة، مش موازنة، عاملة منهج، عاملة منهج في رأيي ان هو مفيد. انه زمان كان وزارة التعاون الدولي بتشتغل على فكرة جمع الاموال او المنح او القروض او من المؤسسات الدولية والجهات المانحة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكذا بصفة عامة، وتيجي تخش في الموازنة او تخش في الخزانة العامة للدولة وكذا وتصرف منها. دكتورة سحر نصر، ويمكن طبعا ده النهج للدولة، لكن قصدي المسؤولة عنه مباشرة هي الدكتورة سحر نصر باعتبارها وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، انها الفلوس جاية من بره عارفة طريقها، الفلوس جاية معروف هتروح فين. زي ما قلت لحضراتكم الشهر اللي فات، مش عارف خدنا بنك التنمية الافريقي ولا البنك العربي، مش فاكر قوي عشان ما بقاش بفتي يعني، عارفين الذاكرة دلوقتي بعافية، بس كان في 2.5 باين ولا ما عارف 250 مليون حاجه كده رقم جاي رايح لتنميه محافظات الصعيد، وانا وقتها قعدت عملت فرح بلدي على الموضوع ده، لانه كان يعني ثغره كبيره جدا 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 عندنا مساله الاهتمام بمحافظات الصعيد والتهميش اللي كان حاصل على مدار سنوات طويله جدا جدا جدا، وقلت ساعتها الصعيد منسي ومهمش واتعملت فيه جريمه مع سبق الاصرار والترسل. فدلوقتي لما نعمل مفاوضات مع جهه، مع بنك، مع صندوق، وناخد الرقم كان 500 مليار، زملائي قالوا لي دلوقتي في السماعه 500 مليون دولار يعني نص مليار، اما يتاخدوا وكلهم يتوجهوا لمشروعات الصعيد، للبنيه التحتيه في الصعيد، صرف صحي، اسكان، مش عارف ايه كذا، وتنميه، اقامه مشروعات، ده معناها وعي باهميه هذه المنطقه وبالعوز وبالاحتياج اللي في هذه المنطقه، عشان كده مفيش مليم يطلع بره، 500 مليون كلهم دولار هيتضخوا في الصعيد. هذه المره الوزيره قالت ان مفاوضاتنا مع البعثه بتاعه البنك الدولي عشان ناخد فلوس نحطها في الاستثمار الزراعي والصناعي. يعني ايه استثمار صناعي وزراعي؟ عشان برضو محدش يبقى، احنا عندنا فجوه ولازم نعترف بيها. مصر كانت حتى خمسينيات ستينيات القرن الماضي دولة زراعية في المقام الأول. وفي ناس بيقول لك بس هو القط، والقط ده على فكرة احنا كنا لكن هي احنا كنا دولة زراعية متكاملة. وكان أهم كمان من إن احنا بنزرع ما نأكل، كنا بنصنع زراعتنا. كنا بنصنع زراعتنا. يعني نزرع وناخد اللي بنزرعه ده نعمل منه محفوظات ومشروبات ومجففات ومبردات ومسخنات وكل الحاجات اللي اخرها آت. حتى في القرى والريف لما كان في قرية وريف بجد، كان كل بيت عبارة عن مصنع صغير، لا مؤاخذة، الجاموسة والبقرة تبقى في الزريبة التابعة للبيت. دلوقتي لو الناس كده يقول لك يا زريبة ومش عارف ايه، كان الزريبة دي هي اللي ربطنا، لحم كتفنا من خير الزرايب اللي كانت موجودة، اللي كانت موجودة في القرى والأرياف اللي بجد. فست البيت يبقى عندها جاموستين، تلاتة، عشر، على حسب بقى كل واحدة وقدرتها. الصبح تحلب اللبن تشرب بيه عيالها لبن طازة، مش تروح تشتري لبن مش عارف ايه مجفف وعليه محفوظات وعليه مش عارف كذا، تشرب تشرب عيالها لبن صابح كده، وبعدين تعمل من اللبن بقية اللبن، تعمل منه جبنة، جبنة بيضة وجبنة مش عارف كذا، ومش عارف تقعد تجيب البتاع اللي انا مش عارف اسمها ايدي، وتقعد ترج في امها كده مش عارف ايه لحد ما تطلع زبده. فكانت كل المنتجات الالبان مش في المصنع، كانت في البيت. البيت الفلاحي الريفي كان هو مصنع صغير. وعلى فكره ده اساس النهضه اللي حصلت في دول كتير في اسيا ومش عارف ايه، اللي هي بيسموها ايه؟ المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. هو يعني ايه مشروع صغير ومتناهيه الصغر؟ يعني كده
يعني أسرة ست بيت عندها مشروع على قدها، جاموستين تحلبهم وتطلع منهم لبن، تعمل منهم جبدة، تعمل منهم زبدة، تعمل منهم قشطة، تخفي بيتها وتبيع الباقي والدنيا بتمشي. هي دي المشروعات الصغيرة على فكرة، مترهيات الصغر. بس احنا بطلنا، والست كانت تخش الفرن تطلع لك العيش الفلاحي ده اللي كده يشرح القلب بتاع. دلوقتي الأسرة الريفية ست البيت الفلاحة بتروح الصبح اللي تقف قدام الفرن تاخد العيش اللي هي بتشوفه بال، عرفتوا المنظومة بايظة ليه؟ فعشان كده فقدنا حضارتنا الزراعية وفقدنا اقتصادنا الزراعي. عشان كده الدكتورة صح الناس لما بتقول أنا عايز أجيب فلوس عشان نعمل استثمارات زراعية، نعمل مواشي، تربية أغنام، تسمين عجول، تربية عجول، نعمل منتجات ألبان، نعمل كذا كذا عشان نرجع ونسد الفجوة اللي حصلت دي عشان نأكل مما نزرع. ودولة لا تملك قوتها لا تملك قرارها ولا تملك رأيها ولا تملك قوتها. استعيدوا قوتنا نستعيد قوتنا. نلتقي بعد الفاصل. مشكلة أصبحت تتواجد في الأحياء الراقية والفقيرة على حد سواء، إنها مشكلة القمامة التي تعاني منها مصر منذ سنوات كثيرة. فلم يعد غريبا أن ترى صندوق القمامة مكتظا ويمتد إلى نصف الشارع، أو قد تجد القمامة بلا صندوق من الأساس، حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة البيئة إلى زيادة حجم القمامة عاما بعد العام بشكل كبير، خصوصا مع تزايد عدد السكان، وأن ما يتم رفعه منها لا يزيد عن النصف، في حين يظل قسم كبير في الشوارع. الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية أكد أنه خلال العام ونصف العام سيكون هناك اختلاف جذري في خريطة النظافة في مصر، فخلال هذه الفترة سيشهد المواطن المصري أن الشوارع أصبحت أكثر نظافة من السابق، لذا لابد من وضع إطار قانوني جديد مع إطلاق آليات جديدة للقطاعات الخاصة تمكنهم من القضاء على المخلفات. هذه الآليات تتمثل في كيانات قادرة على جمع وفرز ودفن وإعادة تدوير القمامة، وذلك مع ضمان مكسب مالي لكل هذه القطاعات، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء جهاز تنظيمي يتبع وزارة البيئة عبارة عن شركات مختلفة في المحافظات لحل أزمة انتشار القمامة. ووفقا لخبراء كثيرين فإن الحل الأمثل لحل مشكلة القمامة هو البدء الفوري في المشروع القومي لإعادة تدويرها، حيث إن عدد تدويرها يضاعف سعرها إلى 10 أضعاف ثمنها طبقا للدراسات العالمية، ويعتبر الحل الأمثل للتخلص منها بطريقة تحد من المخاطر البيئية والصحية الناتجة عن حرقها، كما أنها تعود بالنفع الاقتصادي على الدولة، فتنخفض ميزانية عقود الطاقة ويتم خلق فرص استثمارية لمنشآت صغيرة ومتوسطة الحجم تعتمد على المواد المفروزة. أهلا بحضراتكم. حوارنا الرئيسي النهاردة في الحياة اليوم عن أم المشاكل، زي ما صدام حسين كان مسمي أم المعارك، دي أم المشاكل عندنا. زي ما شفتوا في التقرير من شوية احنا بنتكلم عن القمامة في مصر ومسألة جمع القمامة ثم موضوع تدوير القمامة، بس خلينا الأول في المشكلة الأساسية وهي فكرة جمع القمامة. الحقيقة الموضوع ده احنا لعبنا فيه كل الألعاب، عملنا فيه كل الأفكار. كان في الأول فكرة جمع القمامة أو بالبلدي كده فكرة الزبال، وبعدين قال لك لا الموضوع مش نافع والزبالة مش عارف إيه والزبالين مش شايفين شغلهم ومش عارف إيه، والزبالة بتتجمع قدام البيوت، بتجمع في الشوارع وبقى في كوام ومقالب زبالة وكذا. فقلنا لا لا، فمحافظة القاهرة وبعض المحافظات عملت تجربة الشركات الأجنبية، فجت قلبتنا الشركات الأجنبية ومشيت. قال لك لا بص الأجنبي ما فيش غير ابن البلد، فنعمل الشركات المصرية. فالشركات المصرية جت برضو عملت السبوبة الحلوة والزبالة فضلت زي ما هي. بقول لكم لعبنا كل الألعاب. اللي خلانا نفتح الملف النهاردة تصريح صدر على لسان وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف. انتوا عارفين وزير التنمية المحلية ده هو المسؤول عن المحافظات والمحافظين والخدمات اللي بتقدم جوه المحافظات. دكتور هشام الشريف امبارح قايل انه اوعدكم، كلام على لسانه مش وعد مني، قال اوعدكم ان مسألة جمع القمامة والسيستم والنظام هيبقى على احسن ما يكون خلال 18 شهر من النهاردة. 18 شهر يعني نتكلم في سنة ونص، يعني على بدايات 2019 وفقا لوعد دكتور هشام الشريف مش هنتكلم عن الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه. فاحنا عشان بنصدق صدقنا الوعد وحنتناقش لعله يصدق ان شاء الله. ضيوف اللي مشرفيني في هذه الفقرة الحوارية الاستاذ دكتور مجدي علام صديقنا العزيز والخبير بيه. اهلا بيك يا مجدي. اهلا وسهلا.
وصديق العزيز ايضا الاستاذ شحاته المهندس نقيب جامعي القمامة. اهلا وسهلا ازي حضرتك. مشرفاني ايضا الاستاذه وفاء سطوحي رئيس جمعيه نهضه امه للتنميه. اهلا وسهلا حضرتك. مصدق يا دكتور؟ شو مش قوي يعني. طب دي بدايه لطيفه. لا انا عايز اقول لحضرتك احنا في مصر يعني انا عاصرت من السبعينيات الى حتى هذه اللحظه 8 خطط قوميه لاداره القمامه في مصر. 8 اول خطه يمكن كتير من الناس مش فاكرينها في بدايه بعد حرب 73 مباشره كانت مدن القناه اتكومت فيها جبال القمامه. ولو حضرتك استدعيت الصحافه في ذلك الوقت كانت المنشطات الفئران تهاجم منازل السكان. وحصل ان جبال القمامه دي عملت نوع من الفئران المتوحشه فدعينا لمؤتمر عاجل. في ذلك الوقت انا كنت بشتغل مع المستشار عادل عبادي ربنا يديله الصحه في لجنه البيئه في مجلس الوزراء. ودي كانت اول كيان يتعمل عن البيئه منذ فتره كويس. طويله. وجيل الاحتياج زي ما حصل 3 مرات ان احنا نعدل القانون وتعدل برضو 3 مرات ونعمل خطة قومية لإدارة المخلفات. دي كانت أول خطة أعدتها في ذلك الوقت أكاديمية البحث العلمي وكلف بها الدكتور مختار حلواجي الله يرحمه. كويس. في 8 خطط قومية منذ السبعينات تقريبا كل 10 سنين. في الثمانينات خطة وفي التسعينات خطة. في آخر التسعينات عملنا أو طلع قرار الدكتور عاطف عبيد الله يرحمه بإجبار المحافظات الكبرى زي القاهرة واسكندرية وحوالي 8 محافظات إنها تشتغل مع الشركات الأجنبية. أي. واستمرت التجربة للأسف كان مشكلتها الرئيسية إن التعاقدات كانت مدتها طويلة. يعني في شركات لسه عقدها يمكن يخلص 31/12/2017 15 سنة. أوف. فدي الدولة لبستها بصراحة يعني عقود الشركات الأجنبية بمشاكلها يعني الدولة لبستها. لكن عايز أقول حصلت سقط من مصر فترة مهمة جدا قبل التعاقد مع الشركات الأجنبية. كان بدأ يبرز في مصر دور شركات وطنية قادرة على تنظيف القاهرة. لو حضرتك تفتكر أيام فترة الفريق يوسف صبري أبو طالب وبعدين افتتاح مترو الأنفاق وبعدين مؤتمر السكان الدولي ازاي القاهرة بقت حاجة زي الفل. تمام. ودي طلع بقى 3-4 شركات وطنية وبدأوا إخواننا جميع القمامة يكونوا شركات مساعدة ليهم. تمام. لو استمرت التجربة دي كانت اتحلت مشكلة مزبوط. لكن للأسف دخل سيف أو منشار أو سكين قطع حبل التطور المصري في إدارة اللي هي الشركات الأجنبية. لأن انسحبت شركة مصر سيرفيس وانسحبت شركة كير سيرفيس وشركات الزبالين كلها. كان في 4-5 سحبت لأنها مش قادرة تنافس الأجنبي. خلاص لا بقى مش هنافس. الحكومة فرضت علينا عقود الشركات الأجنبية وبعتنا للشركات دي وبقينا نشتغل بالأجر من الباطن مع تلك الشركات في بلدنا. يا سلام. دي الحقيقة. أيوة. الأزمة اللي حصلت. لا طب اشرح لنا القصة كده بالراحة. طيب فضل. طبعا أستاذي و العفو خرمجدي احنا ما قبل سنة 2002 كانت القاهرة نظيفة. وسنة 60 لما كان ابويا بالعربية السوري اللي بيجرها الحمار والمقطف واخد بالك لان ابويا وجدي شغال من 48 كانت مصر نمرة 2 على العالم في النظافة. جينا في سنة 2002 فشلت الحكومة السابقة في عدم نظافة الشوارع. مظبوط. انا عارف ليه هم عملوا كده. احنا كزبالين قادرين على رفع الوحدات السكنية والمنشآت السياحية. الشوارع فشلت الحكومة ليه؟ مرتبات هيئة النظافة للكناسين ضئيلة جدا. تمام. ومش مثبتين ومهمشين. اضطروا الكناسين يروح على الدول العربية ساعتها دول الخليج العراق واللي يروح ليبيا ما بقتش الحكومة لا يا كناسين للشوارع. قالوا تعالى بقى شغلوا المسؤولين التكييف وقالوا نضرب عصفورين بحجر واحد. نتعاقد مع شركات أجنبية تشيل زبالة البيوت والشوارع. واللي ناخده على وصل كهرباء من دم المواطن يغطوا كمان نوفر منه فلوس. حسبوها غلط ووقعوا في المأزق. الشركات الأجنبية الأجانب شاطرين ومصر غنيمة بقى ومطمع للغزاة. قالوا إذا هنجيب معداتنا ونتعاقد معاكم
عقود طويلة المدى ب 15 سنة من 2002 ل 2017 كتفونا وخدوا فلوسنا وياريت يقبضوا بالجنيه بالدولار وعربياتهم اللي دخلت مصر معفية من الجمارك كمان احتلينا في بلدنا زي ما دي ريسيبس خد قناة السويس بغدوة مكرونة باعونا مش قوي كده احنا الزبالين الغلابة الزبالين الغلابة عملنا تجمع في ميدان عابدين واضراب عن العمل فشلت الشركات الأجنبية لأن احنا السواعد القوية جه الله يرحمه محافظ الكهرباء حين ذاك عبد الرحيم شحاتة عمل لنا اندماج مع الشركات الأجنبية نعمل من الباطن وبعشرة ساغ الوحدة السكنية ياخدوا ملايين الدولارات والزبالة ياخد باريزة وقالوا انتوا تستفيدوا من الزبالة اشتغلنا معاهم لغاية 2007 أو 2005 لحد ما نضيف البلد برضو شوية بنسبة ايه جه الله يذكره بالخير حسن مبارك صدر قرار بسبحه وعدم الخنازير خنازير دي كانت بتاكل 5000 طن زبالة مواد عضوية كل يوم من كانت بتوفر علينا ايه تمام. لو دفنت تلوث المياه الجوفيه مظبوط اذا اصبحت ماساه علينا 5000 طن تاني لان احنا بنرفع من الكهرباء في اليوم الواحد 16000 طن اوف بنعيد تدوير 8000 طن عندنا في حي الزبالين ما بين بلاستيك وازاز وكرتون الخ و5000 طن مواد عضويه وعندي 3000 طن غير قابلين لاعاده التدوير زي الكادلز والالوز والجوانتات والنفايات اللي بتدفن طبعا اصبحنا في مأزق احنا زبالتنا 16000 طن في اليوم الوحدات قاهرة. السكنيه قاهره ما انا بقول عشان كده زبالتنا زبالتنا يعني احنا المواطنين القاهره وبشيل احنا الزبالين 16000 طن انا قلت لحضرتك المشكله واديني فرصه اقول لسيادتك الحل طيب احنا بس دلوقتي بنطرح المشكله المشكله جت قامت ثوره 25 يناير بقى يدخل لنا كل يوم 10 مليون 2 مليون من النازحين واللي جاي نعمله ثورات والسياسه تراكمت اكتر وبقت مصيبه اكتر معدات هيئه النظافه والحكومه اتسرقت واتحرقت في الانفلات الامني احنا الزبالين ننزل بعربياتنا نتجول واتحرقت عربياتنا في رمسيس وفي التحرير اصبحت ماساه لغايه هنا المشكله الحل عند ربنا طب انا عايز اسال سؤال برضو انت قلت ان دخلت تشتغل في من الباطن مع الشركات الاجنبيه من 2002 2003 كده 2002 لحد 2005 2006 وشغالين لغايه دلوقتي ما انا فاهم بس حصل يعني التجربه كانت في بدايتها ناجحه ما كانت ناجحه ايه اللي حصل وفشلها اللي حصل فشلها الشركات الاجنبيه ما تديناش فلوس نيجي نقول له ادينا يقول لي الحكومه بتاعتك مش بتدينا مؤخره للمستخلصات الدكتور فاهم الكلام ده نمره 2 ما فيش خنزير عندي ياكل الزباله انا اصبح الزبالين زهقوا طهقوا محدش بيديهم فلوس في سكان بتدفع سكان تقول لك لا انا بدفع لقصر الكهرباء خنزير ما عنديش اكل الزباله ابتدوا الزبالين ياخدوا اللي هم عايزينه ويسيبوا الباقي انا صريح في كلامي تمام تمام طبعا هنا منظومه بايظه حق ما فيش طب هاكل منين برضه طلع لنا تاني ناس بتحاربنا في موضوع اكشاك وبيع زبالتك وكده هنقي لي المواد الصلبه اللي بتتباع بلاستيك كرتون ما معدنيه وسيب لي الباقي الملوثات والمواد العضويه طب انا هعمل ايه خلاص خلاص هدي نفسك الحل عندي اصبر اصبر حاضر يا فندم اصبر على رزقك حاضر يا فندم ازيك يا استاذ الحمد لله ايه اللي خلاكي مهتمه بالقصه دي والله مشكلة الزبالة دي مشكلة أرهقتنا كلنا يعني دي مشكلة مش مسؤول عنها بس وزارة البيئة ولا وزارة التنمية المحلية ولا المحافظة ولا الهيئة فقط ولا الشركات حتى الخاصة مشكلة الزبالة دي مشكلة دولة لابد من تكاتف كل المؤسسات فيها المؤسسات مجتمع مدني المؤسسات الحكومية مجلس الشعب الشركات الخاصة نقابة الزبالين كلنا نتكاتف عشان نحل المشكلة دي حصل ان نزل كذا مبادرة نزلت الحكومة كذا مبادرة في كذا منظومة في امبابة وشركات برضك مننا شركات مصرية ونزلت المواطن ما لمس نجاحها معاه يعني المواطن ما حسش ان هو الخدمة بتقدم ليه على اكمل وجه المشكلة انه كان تنزل الشركات دي على الشوارع تنزل على الشارع والشارع بريء انت نازل تنظف الشارع والشارع مش هو المشكلة ما ندور الاول على مين سبب المشكلة دي خلينا نقول المشكلة احنا بنواجهها في مين سببها الشارع الشركات المصرية اللي نزلت في المنظومة اللي فاتت أكتر من 5-6 منظومات نزلت في امبابة ومفيش حل بينزلوا على الشوارع بيشيلوا هاجي لحضرتك بيشيلوا الزبالة من الشارع بعد 10 دقايق أو ربع ساعة اتلال
والاكوام الزباله بترجع تاني، يبقى انت كده ما بتحلش. تمام. يبقى مين سبب المشكله؟ بنسيب صاحبها ونروح على حد تاني خالص بريء منها. السبب المشكله المواطن. المواطن، المواطن عاوزين نشتغل عليه. انت ليه سايبه ده يقول لك مثلا منظومه جمع سكن؟ طب هي مش جمع سكن، هي بتروح تنظف الشارع، ما لهاش، بعيده خالص عن المواطن يعني. فاصبح دلوقتي انت شايف ان الاساس في المشكله هو المواطن وسلوكه. هو المواطن هو الاساس، هو الاساس. انت شايف ان المواطن ده لو لقى سيستم كويس يمشي بيه هيلتزم؟ احنا بقى اللي حاولنا كمجتمع مدني. يعني انا عندي زباله، لو الحكومه مش موفره لي سيستم عن طريق بقى شركات، عن طريق هيئات، عن طريق افراد بييسروا عمليه تخلصي من القمامه، انا بصراحه هتصرف فيها باي طريقه. تمام. هو دلوقتي عندنا المشكله بتاعت الزباله اللي خاصه بالمواطن 95 منها توعيه. توعيه، اقرب ناس للمواطن ده هي الجمعيات الاهليه، هي اللي تقدر تخش بيته. هي اللي تقدر تكلمه، هي اقرب حد من اي مؤسسه حكوميه، هي المؤسسات المجتمع المدني. ايوه هتكلميني تقولي لي ايه؟ اولا ان انا اخليه يعرف يتصرف ازاي، اديله التوعيه الكافيه ان هو يعرف يتصرف ازاي في زبالته. اولا بفصلها، يعني ده اساس حل المشكله. فصلها عندنا في البيت اولا، ده اهم حاجه. ما ينفعش انا اخدها منك مخلطه وارجع افصلها بره عندي هناك. فده لابد من ان هو يفصل. ده اللي احنا اشتغلنا عليه كجمعيه نهضه امه، واشتغلت عليه وقالت لهم افصلوا مقابل، لان هو عندوش توعيه. التوعيه يعني زيرو عند المواطن. التوعيه فصلنا، بقينا نعمل زي مقايده. مقايده، هتفصل واجيب المخلفات مقابل سلع غذائيه. ده اللي احنا عملناها. أيوة في البيت. استاذه مش معترض، انا دلوقتي زاد عندي الوعي كمواطن. يعني كلميني انا باعتبار ان انا مواطن اهو سبب. تمام. المشكله انا في البيت عندي، سمعت كلامك وقمت مخليت زوجتي خلت الصفيح لوحده والورق لوحده ومش عارف ايه لوحده وكل حاجه منهم في كيس. تبقى المشكله في اسمها كده جمع القمامه. انا اكياس خلال عندي اهي 3 اكياس في المطبخ راكنهم على جنب، ده ورق، ده صفيح، ده كرتون، ده كذا. مين هياخدهم؟ هو مش شرط، هو مش شرط ان هو يفصل كل حاجه لوحدها. يعني خلينا نقول عضوي. خلينا نقول موجودين عندي في البيت. تمام. ها اعمل فيهم ايه؟ طيب احنا هنقول المشكله دي لابد من تكاتف كل المؤسسات فيها. تمام. بمعنى ايه؟ ان المجتمع المدني هينزل يعمل شغله. ان انا هوعي. تمام. انا هوعي. اللي هيغطي عشان تبقى توعيه ناجحه لابد من برنامج تنفيذي يغطي التوعيه دي اللي حضرتك بتقول عليه دلوقتي. تمام. بالتعاون مع الشركات. قصتك في الاول في وعي المواطن، ده الاساس، وبعدين نشوف تجمع ازاي بقى ده من خلال السيستم. انت دلوقتي لو فرست لو فصلت في البيت ده هيعمل ايه؟ هيعمل وده هيدخلك بقى مثلا خدمات هتتقدم لك، مثلا خدمات تعليميه. لا هرجع لك في موضوع الخدمات والمحفزات دي، بس انا الاول فصلت. لا هو الحقيقه طبعا، هو اولا علم اداره المخلفات علم يعني يدرس يعني. تمام. ساعات في مصر بنتصور ان احنا بنخترع الذره او بنخترع النظام الاداري. يعني مثلا اشتغلت مستشار مع اكثر من هيئه في عده دول من ضمنها مجال اداره المخلفات الصلبه. انت بتبص على ايه اول ما بتروح؟ اول حاجه بتقعد مع المحاسب بتساله انت طن القمامه، يعني مصر انت عندك مثلا 100 مليون يا دكتور. ثانيه واحده والنبي. الفلوس ما تفسحنيش. لا الفلوس قبل الفلوس. احنا دلوقتي عشان بس ايه، القمامه برضو عامله زي القمامه كده، خلينا نفصلها. فالمشكله دلوقتي خلينا نفصلها ونفصصها. احنا دلوقتي بنتكلم قبل ما نخش في اقتصاد القمامه، قبل ما نخش ده الاساس. ما انا هنوصل له. انا بسال دلوقتي في مشكله اساسيه عندنا اسمها جمع القمامه. ما هي مشكله جمع القمامه دي، جمع القمامه، ان القمامه يعني عندي في البيت او عندي في المنشاه لو انا ورشه او مصنع، وعندي لو انا فندق، لو انا عندي قمامه تحتاج ميالي. ايوه. اولا الشخص اللي جامع القمامه ده. تمام. يجي ياخد من حضرتك القمامه لحد البيت. تمام. يجي ياخدها من البيت. ثانيا هنا بقى تتكلم سواء موظف في شركه او زبال فردي، دي قصه تانية. تمام. دي قصه تانية. جامع قمامه من نقطه احنا بنسمي دي نقطه توالد القمامه. تمام. او نقطه انتاج القمامه. صح. ودي بواقع نص كيلو للشخص في اليوم اللي هو بيعيش في منطقه من متوسطه. انا وزبالتي بقى ربنا يقدرني. يا دكتور لا يعني بتصل لا بتصل 35 مليون طن. ايوه. فانت الجامع القمامه ده لازم يوصل للوحده، وبعد ما يوصل للوحده بيجمع
القمامة بتاعت عدد الشقق بعدد العمارات اللي مكلف فيها بعقده مع هيئة النظافة في سيارات صالحة إنها تخش في الشارع ده وتنقله تمام. لنقطة تجميع تانية بنسميها المحطة الانتقالية عشان مش موجودة في مصر بيبقى كوم على الناصية. المحطة الانتقالية تيجي عربية أكبر بعد في بعض الدول وفي مصر ثلاث نماذج اتعملت إنك بتفرز فيها الفرز ده عشان صعوبة الفرز في المنزل فبتاخدهم تلات نوعين نوع طري ونوع ناشف تمام. وبتاخدهم النوع الطري بيروح لمجال وبيروحوا المقلب يتفصل ده سماد عضوي وده يروح للتدوير ويفضل ريجكتد. بقى في عندي ثلاث مراحل ريجكتد اللي هو المرفوض في ثلاث مراحل من البيت للمحطه الانتقاليه ومن المحطه الانتقاليه للمقلب تمام. لما توصل للمقلب مشكله القمامه اتحلت عشان بس ايه لما بنتكلم على اعاده التدوير يعني هي قصتنا كلها انها ازاي تروح من البيت المنتج اللي هو انا للمقلب خلاص بعدت عبر المحطه الانتقاليه كده تبقى المنظومه نجحت بعدت عن الشارع وعن البيت صح. هيفضل بقى عندك انت كحكومه مشكله تعمل ايه في المقلب بتاع الوفاء لا والأمل. دي المرحله الثانيه ازاي نوصلها من البيت للمقلب النهائي. انا عندي اخبار حلوه حصر يعني اتفضل في جمعيه انت حد نفسنا مذيعين بقى وشغل الحصري جديد والله اقسم بالله الخبر ده جديد يلا بينا بس عشان انت حبيبي ربنا يكرمك. جماعه دي من اجل مصر وتخضع للدوله وفي تنبيهات جامده من قبل الدوله والمسؤولين وسياده الرئيس تحديدا ان الجماعه دي تتبنى عمليه النظافه في مصر وانا الحمد لله تم اختياري انا ورجالتي مسؤول عن مناطق الزبالين كلها والجمعيه ستساعدنا في حل مشكله النظافه تمام. وتقابلت قريبا او يعني من فتره مع عديد من الوزراء وكلام معالي وزير التنميه المحليه سيحقق من خلال الشركه القابضه اللي هي ستؤسس بعد انجلاء الشركات الاجنبيه في 31/12/2017 وتمشي من عندنا يعني بنتكلم كمان شهر وشويه الشركه القابضه دي هيبقى الدوله شهرين. ليها 51% فيها زبالين اللي هو احنا جماعه الكمامه هنرجعهم تاني هو ده الشغل لان اهل الخبره يعني حضرتك بتقول انه هيتعمل شركه قابضه لجمع القمامه الدوله تمتلك 51% جمع القمامه اللي احنا والمستثمرين ورجال الاعمال والبنوك تدخل بفلوس تساعد في معدات 49% التانيين اذا الدوله ترعى هذه وده الصح لان عمليه طيب دي هتعمل ايه الشركه القابضه هتعمل شركات احنا ولا عندنا واحدة؟ لا شركات وشركات مصريين الزبالين احنا عندنا 7250 شركه عملناهم مقيدين في هيئه الاستثمار ملك الزبالين وعندنا 3250 سياره ميكانيكيه هنغزو القاهره هنغزو البلد هننزل كده مش هاخدوا الاسطول ده يكفي يكفي وزياده هنقسم القاهره مربعات ودي الخطه اللي انا طالبت قبل كده بخمس نقاط وهقولهم دلوقتي والحكومه هتنفذهم والبلد هتبقى نظيفه ان شاء الله هنقسم القاهره مربعات كل 3000 وحده سكنيه مربع ونجيب الزباله ابو سجل وبطاقه ضريبيه الراجل القديم بتاع زمان ونقول له هو مسؤوليتك هنا زي ما قالت الاستاذه الشقه هي مصنع الكمامه اذا جبت من فوق من الشقه وجمعت مفيش كمامه في الشارع صح تمام سيبك من الفصل من المنبع ده لانه لن ينجح في مصر لن ينجح في مصر ليه؟ اقول لسيادتك هتزعل الاستاذه لا هي حره هذا اختي زبالة أوروبا ينجح فيها الفصل من المنبع لأن هما تحديد الناس بياكل إيه كايزر معلبات شيبسي إحنا عندنا لو بروح يشتري موزة من الله ينور على جنابك عندنا مسبكات وملوخية وخلتهم محمد وخلتهم مجرجس نسبة المواد العضوية في زبالة مصر أكتر من جميع الدول لا إحنا زبالتنا غير الله ينور عليك زبالتنا غير بصراحة كمان في حاجة تاني مفيش وقت عند الستات المصريات الفاضلات عشان مش محددين ناس عندها عيال كتير يعني من جميع النواحي الاجتماعيه لا وكمان في نقطه مهمه وكنت دردشت فيها مع محافظ القاهره السابق لما كانوا عاملين وزيره البيئه السابقه كانت عامله موضوع ليلى اسكندر ايوه دكتوره ليلى اسكندر انا عرضتها فصل من منبع وبتاع مش عرضتها هي الفكره يعني انا عرضت الفكره لكن هي ست محترمه هي الفكره صح بس تمشي في اوروبا هي المشكله بقى ان كمان في اوروبا ايه وساعتها لما كنت مع المحافظ قلت له يا فندم انا لما تسافر اوروبا قدام كل بيت طبعا تنزل تلاقي الباسكت بتاع القمامه ده متقسم لوحده هتلاقيهم اربع علب كده كل واحده بلون الاحمر مش عارف للكنز مش عارف ايه للازاز الاصفر للورق مش عارف ايه للعضوي مظبوط يا فندم بحيث ان انت قدام باب بيتك تفتح الباب
تحط الكنز هنا كذا 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 شكرا. العربيه تيجي، عربيه العضوي تيجي تاخد الصفرة وتمشي، عربيه تمام. الصفيح تيجي تاخد الحمراء وتمشي. تمام. احنا ما عندناش ده، احنا عندنا ما عندناش حتى يعني الباسكت بتاع الزباله في الشارع مش موجود. بدانا يا فندم ننفذ خطتنا اللي انا بقول عليها دي في حي المعادي، عندما انتهى عقد شركه اوروبا 2000 ومشت من المعادي الشهر القبل الماضي، السيد محافظ الكهرباء مشكورا والسيد رئيس هيئه النظافه، دي افكارنا تمام، جبنا الزبالين القدام بتوعنا الاخضاع للنقابه، عقودهم، بطاقة ضريبية، سجل شركاتهم، سياراتهم عينتها الهيئة، صالحة زي ما قال الدكتور، قسمنا لهم المعادي مربعات، كل مربع 3000 وحدة سكنية، والسكان فرحوا جدا لما شافوا الزبال القديم. وزودنا الكناسين اللي هم بتوع الشوارع من قبل هيئة النظافة بالزي المحترم، وأصبحت التجربة بدأت من المعادي. ستبقى مصر نظيفة وستساعدنا جمعية من أجل مصر. والشركات اللي موجودة دي شركات يعني عندها قدرة؟ طبعا يا فندم، قدرة وخبرة لا خبرة انا عارف، لكن قدرة مالية على عندنا مالية عربيات وصيانة واسطول يلف كل حاجة يا فندم. انا سجلت حلقة مع على اليوتيوب، شوفها مع المحترم حمدي رزق، شوف معداتنا ايه بيسجلها بقلب الحدث في حي الزبالين، وماكينات من الصين والهند واليابان بمليون دولار المكنة بتعيد تدوير المواد الصلبة، وسيارات 2014 و15، والدكتور شاف عربياتنا ومعداتنا. غير كده المناعة اللي في جسمنا اللي بتقتل اي ميكروب يدخل، سألوا أهل الذكر إذا كنتم لا تعلمون. إحنا أهل المهنة وأهل الخبرة، وبإذن الله مصر مش هتنضف إلا بإيدين أولادها جميع الكمامة. طيب زعلك الكلام اللي ما لا لا لا, لا, لا لا أبدا، بس هو الفكرة في موضوع الشركة القبضة، إن دي شركة أم منبثقة منها كذا شركة صغيرة تحتها طبيعي. تمام. الشركات اللي هي الصغيره دي اللي هي بتنزل يعني تعمل جمع سكني، ما هي نزلت في المنظومات اللي قبل كده، من 5-6 منظومات كانوا نازلين، ما حسيناش لم تؤتي ثمارها زي ما بيقول، ما حسيناش بانها مفيش تغير مفيش نتيجه. لا يعني طب هل الشركه القابضه دي معاها عصا سحريه بعد سنه ونص مشكله الزباله دي هتنتهي؟ اتمنى هذا طبعا. اتمنى هذا. لابد من مشاركة المواطن في حل مشكلة الزبالة. المواطن حاليا أولا ماديا هو تعبان، اقتصاديا وماديا تعبان. أنا لما أجي أحفز المواطن ده، لأني بجد المشكلة في عدم الفصل. إحنا برضك عندنا إمكانيات وعندنا شركات وعندنا إمكانيات، بس هل إحنا هنعرف نديرها صح؟ هي دي المشكلة. مصر فيها إمكانيات وفيها معدات وفيها آلات، هل إحنا هنعرف نديرها صح؟ هي دي بقى المشكلة. طب أنا هرجع لك النقطة دي، هرجع الدكتور مجدي، بس سؤال بسرعة، هي المشكلة إنه ممكن الزبال، إحنا قلنا بقى إن الزبال دلوقتي هيرجع يخبط على الشقة زي زمان. مظبوط. أنت بتقول حي المعادي دلوقتي مسؤول بكده. تمام. الزبال لما يخبط عليا ويفتح له الباب ويسلمه الزبالة، إيه المانع إن إحنا نفصل في لحظتها؟ تمام. يعني دلوقتي يقف الزبال بدل ما يجي لي بقفه واحده او بشوال واحد او بكيس واحد ايا كان اللي هيجي بيه، يجي بثلاث حاجات. تمام. يعني يخش عليا بثلاث اكياس، يقول للست حط لي الصفيح هنا وحط لي الورق هنا وحط لي المخلفات. طيب. هنا وياخدهم ثلاث اكياس بدل ما ياخدهم كيس. سؤال للدكتور ولا ليا؟ لا ليك انت، وهسال الدكتور في المنظور. خلينا نرد على حضرتك. يلا. في دراسه عملتها وزاره البيئه والحكومه والباشا عارف، تكلفه خدمه الوحده السكنيه في مصر 50 جنيه. انا بستفيد من المواد الصلبه دي اللي من الزباله باخد 10 جنيه و5 جنيه من المواطن، يبقى في 45 جنيه خساره عليا. بستفيد في المواد الصلبه دي اللي انا باخدها وبعيد تدويرها. لو تم فرز الكمامه في المنزل، البواب هيطمع فيها وياخد الكيس الصلب. بعض الساده السكان يبيعوا الصلب ويسيب لي الباقي الملوثات والغير قابل لاعاده التدوير. اذا انا كزبال لو لقيت حضرتك بايع الكيس للمنفذ اللي عملوه او لاي جمعيه خدت وادتك بديل، هقول لك شكرا، خلي الباقي علشان حضرتك. طبعا. لان الباقي بكتيريا وقاتل مش هيفيدني في حاجه. ده رد على سؤال جنابك. طيب. وسياده الدكتور. اتفضل يا دكتور. لا انا عايز اقول لحضرتك تاني موضوع المخلفات الصلبه، زي ما قلت لحضرتك في البدايه ان القمامه تختفي من البيت ومن الشارع وتروح منطقه بعيده، هي المقلب العمومي. ده الدور الاساسي. ايوه خلينا نتكلم، هل يمكن الفصل من منبع بمشاركه صاحب البيت او المواطن مع الزبال؟ يمكن لو وصلنا ان الزبال هيجي للبيت، يمكن بس صعب 3 و4، لكن ممكن يتعمل 2 طري وخشن زي ما حضرتك قلت، الجاف والطر. لكن ده هيحتاج ان هو لاما هو بيقسم، ودي كانت جربناها معاهم، لما بيقسم العربيه نصين بلوح خشب
جربناها معاهم ونجحوا فيها. يا اما هو قادر شويه بيجيب عربيتين ورا بعض، العربيه دي شايله الناشف وشايله ودي شايله الطري. الطري ما بيحتاجش منه الا انه لازم بيحطه على بعضه وبعدين يعمل له كفر على بعض. مفهوم. والولد الشاطر حضرتك ممكن لو صحيت بدري تشوفه تلاقيه بيفرز الناشف على العربيه. يعني هو خد الناشف. ايوه صح. ويروح واخد البلاستيك في بس ده مش صح برضه. يعني صح. يعني عايز اقول ان ده يعني هو شكلا هو بيوقع حاجاته وبتاع. احنا عايزين المنظومه تبقى لكن صح. هم يقدروا يعملوها دي ممكن. يقدروا قادرين. ومش هتتكلف كتير لو هم بقوا جزئين فقط ناشف وطار. يعني ده اضعف الايمان بدل 3 و4 خلينا الاول ناشف وطار. يلي ده ان هو هيروح هو بيتكلموا على نقطه مهمه يجب ان الحكومه تراعيها. ان هو ما بياخدش التكلفه الاقتصاديه الكامله لجمع الطن اللي هي مقدره من 30 ل 50 دولار للطن. فهو ما بياخدهاش، بيعوضها من المرتجع ده. مظبوط. فهو بيقول لك انا لو انا ما خدتش لو ما انا خدتش الفايده دي يبقى انا خسرت. طبعا. فهو لو عنده التنظيم في بتاع الإخوة الزبالين لو عملوا الشركتين منفصلين هيبقى أنجح، شركة الجمع دي لوحدها وشركة التدوير لوحدها. ويحاسب بالحصة لما بيروح للي هو بيستلم منه. أنا جبت طن من البلاستيك، جبت طن من الصفيح، جبت طن. هم عندهم تخوف مشروع ويجب أنه تشكيل الشركة القابضة يبقى فيها هذا النوع، انك لو عملت شركه نوعيه للجمع وده علميا صح للجمع لوحده، وشركه نوعيه للتدوير والصناعه لوحدها برضو ده تفكير صح. هذه الشركه اللي بتاخد التدوير يجب ان تراعي الكميه اللي مخصصه للاخوه. صحيح. جامعي. صحيح. القمام. بس انت الان ليه ده هو مش حتى مش غريب يعني حبيبنا ده هو الناس كلها بتقول لك ده الزبالين دول على قلبهم فلوس قد كده. يقول لو سحبت منهم البلاستيك خلاص مش هيبقى لو الزبالين على قلبهم فلوس قد كده بيقول لك ده بياخدوا بقى المقلب هناك يروحوا بقى يطلعوا البهاريس كلها ويبيعوا يعني شغل العالم. البهاريس يعني مين بيرمي دهب؟ بس ما خلينا نحسب شويه يا استاذ. مين بيرمي دهب في الزباله؟ ايه؟ مين بيرمي دهب في الزباله؟ على فكره نعم. هو انت مش متفق معايا والدكتور متفق معايا ان الزباله ذهب بس نعرف يا فندم نعرف نستخدمها يا فندم. انا بقول لحضرتك الزباله ذهب طيب بس ندورها صح ونستفيد منها صح. في دول في حاجة عندهم اسمها اقتصاد القمامة يعني مصدر دخل. طيب اللي أنا عايز أقوله على اتفضل 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 اتفضل. طيب احنا بس شفت موضوع الفلوس خلاه يسكت. لا أنا بقى سيادتك عارفني يا حبيبي ربنا يكرمك. لو هنبص على اللي بيطلع من الزبالة كفصل 15% منها. طب احنا لو هم فصلنا خدنا مخلوط كله ونزلنا فصلنا الزباله دي هيطلع منها 15% اللي المعلم شحاته بيتكلم عليه اللي هو ده رزق الزبالين. طب انا لو شاركت المواطن معايا في الرزق ده مش يعني مش حته ان انا فتحت عينه، انت كده بتفتحي عين المواطن وكده مش احنا مش هيطلع لنا حاجه وهتفتحي علينا باب يعني انت كده هتقفلي باب رزق علينا احنا كان بيجيلنا. لا خالص خالص. انا دلوقتي لو شاركت المواطن في ان ده حقك المفروض انك انت تفصله عشان هيعود عليك بالنفع تاني ويحصل انتعاش اقتصادي في بيتك انت يا مواطن يا بيت الصغير ده ساعتها انا بالنسبه لي هيبقى في اغراء ان انا اعمل كده. تمام. انتعاش اقتصادي في الدوله كلها لان هيطلع بعد ما انت تفصل المخلفات في بيتك هيطلع اقل حاجه 85% 90% مفصول. العضوي ده مهم. العضوي ده يعني ده اهم شيء. انا عندي العضوي بالنسبه لي انا اهم من الكنز واهم من البلاستيك واهم من ده كله. مش حتى بقى هو اللي يفتينا في الموضوع يقول لك البحريه تطلع منين. لا العضوي ده اساسي يا جماعه. احنا ليه بنهلكه؟ احنا ليه مع بعض كده نتكلم مع بعض. العضوي مهم وذهب بتقول لحضرتك ابيعه فين؟ لا هو مش حته ابيعه. احنا كدوله ما عنديش خنزير ياكله ابيعه فين؟ انا زبال ثواني بس انا زبال. انت عايزين نفع المواطن. انا مش ضد المواطن ولكن ضد اي حد يعني يدوس على لقمة عيش الزبالين. لا ابدا ابدا يعني. اكمل بس حضرتك انا اديك فرصه تتكلم. المواطن شاركناه وفصل وهنديله نقط وفلوس مكان المواد الصلبه. طب مين هيديني انا تكلفه رفع المواد العضويه والمواد القاتله اوديها فين؟ زلينا على مكان ابيعها. سماد عضوي. جاوبوني يا ناس جاوبوني عشان انا سماد عضوي اوديه فين؟ لا انت تسلمه لمين؟ للمحافظه تديه. لن ينشا في مصر حتى الان صندوق لن تسبقه الاحداث وتاخدوا مني شويه المواد الصلبه قوت الناس الغلابه قبل ان تنشئوا مدفن للعضوي.
لا احنا مش عايزين مدفع، مصنع، عايزين مدفع، احنا عايزين مصنع. اين المصنع؟ ما احنا عندنا زرايب وعندنا بتاع فراخ وعندنا زراعه، محتاجين لها زمان عضو. فين اوديه؟ فين؟ ما احنا هنعرف. على فكره احنا دلوقتي بنفكر كلنا بصوت عالي عشان نشوف الحل. وماله؟ لا، السماد العضوي بدا في مصر، وصل تقريبا يمكن 15% من نسبه الاسمده بقت سماد عضوي. تمام. وفي شركات يعني من غير ما نعمل دعايه صنعت هذا الموضوع. طب احنا ما ينفعش نوجه الزبالين للشركات دي مباشره لحد ما الحكومه تعمل شركاتها وتعمل تدويرها؟ هي الحكومه عندها بعض في شركات قطاع خاص. الزبال هنا مثلا بتاع المنطقه دي بعرف ان في مصنع في الحته الفلانيه ان شاء الله تكون بتاع تامر قطاع خاص، يروح يديله الحاجات دي، والمصنع مصنع دي مواد خام بياخدها اهو يدفع له ثمنها. لا هو شركه. انت مشكله مرضي؟ انا مرضي. لا هي الشركه النوعيه لتدوير المخلفات هيبقى في جزء منها للمخلفات العضويه عشان هتديله فلوس. ما ده حلم بس. انا بتكلم انه حتى ده امتى لو ما حصلش في شركات شغاله منه. سنه كام مشروع توشكا بقاله 20 سنه؟ سنه كام هيبقى ده؟ بص بخبط في الحلل برضه. انا عايز انضف مصر دلوقتي. طيب ما انا بقول لك اهو. انت مش عايز المصلحه؟ عايز بص اكل عيش وانضف البلد بس. ماشي. انا بقول لك دلوقتي مشكلتنا ان الصلب انت بتعرف تاكل منه عيش. تمام. صح. تمام. تاكل منه حته بغاشة حلوه. اه ذهب. اه ماشي اوكي. ماشي حته بغاشة معاك يا فندم. ماشي. مشكلتك في العضو والغير قابل لعادة التدوير، الاثنين عبء عليا. تمام. العضوي والغير قابل لعادة التدوير. الحكومه دلوقتي الحكومه دلوقتي تقول لك احنا لحد ما احنا نعمل اجهزتنا ومصانعنا ومنشاتنا. تمام. في شركات ومصانع قطاع خاص بيشتغلوا، لو اتوجهتوا ليهم واتعمل بروتوكول تعاون ما بينكم، ابوس ايد الحكومه ارفع القبعه وكمان الم الشوارع عشان اروح ابيع للمصنع ده. بس ده اللي انا بقوله، ده هو هيدور عليه ساعتها. يبقى مصر نطفت. مش هيبقى بيتجاهله لانه بالنسبه له خساره. لو بقى ليه سوق دلوقتي، لو بقى ليه سوق، لا بقى ليه تعمل. انا عايز اقول لحضراتكم، والحقيقه الاستاذه وفاء قالت جمله مهمه في فكره ان كمان المواطن يحفز. انا لسه ليا صديق لسه راجع من المانيا امبارح، كان قاعد حوالي 10 ايام او اسبوعين في فندق في مدينه صغيره كده جنب شتوتجارت. فبيقول لي، فهو كل يوم بينزل من الفندق عشان طبعا الفندق حاجات فيه غاليه وبتاع، فبينزل السوبر ماركت اللي في اخر الشارع يشتري حاجات، يشتري ازايز المايه، يشتري حاجات المياه الغازيه ومش عارف ايه وبتاع. فبتاع السوبر ماركت قال له، لما لقاه كل يوم بينزل يشتري 3 4 ازايز مايه على كام كرتونه مش عارف ايه، فبتاع السوبر ماركت قال له انت بتودي الحاجات دي فين؟ يعني بتخلص منها فين؟ فقال له برميها في الباسكت بتاع الفندق. قال له براحتك. قال له هو انا اقدر اعمل حاجه؟ قال له حضرتك ازازه الميه البلاستيك، ازازه الميه زي دي كده، استخبي العلامه، ازازه الميه زي دي اشربها وخليها عندك في الاوضه تاني يوم وانت جاي تشتري مني دي. شايف المكنه اللي بره دي؟ خش وارميها فيها. قال له بعدين؟ قال له كل 10 ازايز بترميهم تاخد واحده. لا ليك نص يورو. كل 10 ازايز بترميها في المكنه ليك نص يورو. في شباب مصري بعد 20 بعد 3 4 ايام هترمي لي 50 ازازه ميه شربتها انت والعيله بتاعتك، هيبقى ليك 5 يورو. تخش سوبر ماركت عندي تشتريه هخصم لك 5 يورو من الفاتوره. تمام. بس ده في المانيا. فالراجل بعد 3 ايام قال لي بقيت علبه البسكوت باكلها ومش شايلها بجنب وانزل اروح ارمي في المكنه دي واخش ادي له او اشتري ب 100 يورو يقول لي مقسوم لك 8 يورو 9 يورو 10 يورو. يا ريت نشوف ده في مصر. لا هو الدنيا سهله. في مجموعه شباب عملوها في اسكندريه. بالنسبه للمواطن بنك القمامه. والله فكره حلوه. عملوها في اسكندريه. الموضوع على فكره انا ضد اي مسؤول في البلد دي يقعد يقول لك اصل بس الامكانيات. هنا اهم من الامكانيات، الافكار اهم من الفلوس. على فكره انا كنت عامل خطه قبل الشركه القابضه. ما بلاش كلمه خطه دي بتضايقني. لا لا ما هقول لك ثمان خطط. الحكومه تقول خطه، الحكومه تقول خطه تفشل، لكن اشحات المهندس المواطن الوطني الوطني ينجح اللي بيحب بلده. انا قلت للحكومه قبل كده خطه، بس لو عندك وقت ما سمعوش كلامي. طب معلش احنا دلوقتي بنشوف الحل. قول يا استاذ. انت عشان تاخد الزباله مفصوله من المواطن مش هيفصل لك، مش هيفصل. لأن انا مش عايزه يفصل. وعملت ما هو حضرتك اللي عايزاه يفصل. انا مكسبي انه ما يفصلش. يا رب ما يفصل. انا عايز اكل عيش الهي ما يفصل. بنحاول نقنعه. لا 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 يعني احنا بنقول يا جماعه خلينا نقول المشكله بشكل اوسع واعم واشمل، مش لازم ناخدها بمنظوم ضيق اللي انا في ناس بس هيتضروا. هما مش هيتضروا، مفيش حد، مفيش ضرر، مفيش ضرر، كلنا مع بعض.
ولا انا ضد حضرتك ولا حضرتك هتبقى ضد افكارك على احنا راسي. احنا يعني ربنا يكرمك، احنا كلنا عاوزين نحل المشكله. لو فضلت اقول مش هيفصل واحنا مش عاوزينه يفصل، يبقى فئه صغيره هي اللي بتستفاد. مين المستفاد في مشكله الزباله؟ مين اللي هو عاوزها كده؟ عاوزها في كل شارع زباله، في قدام المسجد زباله، قدام الكنيسه، قدام المدرسه، قدام مش في الفصل. عاوزين نجيبها من جذور مش بقى. يا ريت في الفصل كنا فصلنا. الاصلاح يا جماعه، الاصلاح ان احنا نجيب المشكله من اساسها من تحت، وبعد كده نطلع بيها. نطلع طيب. بيها. المواطن هتقول له افصل، هيقول لك لا. انا الا لو حفزته. انا عاصرت الناس دي، انا من ايام ليلى. هو على فكره ده اللي بيقوله لك يا استاذ، هو ده اللي بيقوله لك. انت لما بتقولي عايزين نعمل كذا كذا، هو مش بيقول لك اتمنى او بتمنى، دي سيبك منها عشان السبوبه الموجوده، لكن هي في النهايه هو بيقول لك وفقا لثقافه المواطن وثقافه ست البيت وانشغالاتها ومش عارف ايه والطبيعه اللي عندنا، هو بيقول لك مش هتفصل. هي بالنسبه لها بتكون كله في كيس، وما بتصدق تلاقي حد تديله. انا جالي في الجمعيه حد زائر كده من بره، من المانيا برضك بتاع، وانا بشرح له المبادره، فبيقول لي ايه ده احنا بنعمل الكلام دوت من غير مقابل؟ انت بتدي مقابل مثلا سلع غذائيه او خدمه تعليميه او خدمه صحيه حسب ما احتياجات المواطن، وانا بلبيها. لا بس انا شفت المقابل ده، فانا صديق ده قال لي هرجع البتاع وباخد. الراجل الضيف ده قال لي احنا بنعمل عشان خاطر المانيا. فالحته دي، لا دي حته لسه شويه علينا دي. يعني احنا على فكره كان في حلم. على فكره انا ممكن اوعدك ان احنا نعمل لصالح المانيا، بس لصالح مصر صعب. يعني احنا كمان مصريين ممكن نشتغل لصالح المانيا. قول يا دكتور دلوقتي، اولا فكره الشركه القابضه دي حضرتك مستبشر بيها خيرا، نمره اتنين لا انا الفيونكه كده بتاعت الموضوع. لا انا عايز اقول لحضرتك، هو الشركه القابضه هو نموذج اداري اتمنى الا تتحول نموذج اسمي. يعني يبقى انا غيرت اسم هيئه النظافه سميتها شركه قابضه، اللي هو احمد عم احمد بس. فده تخوفنا الوحيد، ان انت تنقل النظام الاداري الحكومي بكل بيروقراطيته الى شركه وتسميها شركه. ده رقم، ما هي الشركه ده الاعتبار رقم واحد. المفروض هي اللي بتتخلص من هيئه تبع للحكومه بكل الروتين والبيروقراطيه. شركه يعني شركه، احنا مأيدين فكرة الشركه، وكنا نتمنى ان الشركه، وما زلت اقترح على السيد رئيس الوزراء ان الشركه تبقى مظلة تمويلية وتقدم استشارات فنية وتراقب أداء الشركات للشباب وللزبالين وللقطاع الخاص المصري. تمام. بحيث أن الحكومة خايفة ومعها حق أنها تنسحب من منظومة النظافة فتحصل المشكلة اللي حصلت مع صحيح. الشركات الأجنبية صحيح. فإحنا بنقبل الفكرة دي فترة مؤقتة، أتمنى أنها تبقى فترة مؤقتة إلى حين تشجع مجموعة البنوك اللي داخلة في هذا الموضوع والمستثمرين إن يبقى في قرض ميسر للشركات الشباب وللشركات المتوسطة والكبرى اللي تعمل في قطاع النظافة، بحيث إن بعد كده يبقى الحي ده فيه ثلاث شركات. مفهوم. وده بياخد الحارة الصغيرة، عشان خلي بقى حضرتك فرق بين المنظومة وبين المنطقة المتوسطة ثم المنطقة الراقية. النقطة الثانية في موضوع الشركة، طب وهي الشركة دي هتبقى بديلة لهيئة النظافة؟ هتبقى بديلة. هو تصريح الدكتور هشام شريف اتفهم غلط، هو بيقول جهاز منظم، وجهاز المنظم ده هيبقى في وزارة البيئة ريجيوليتوري، ده لا اللي هو جهاز إدارة المخلفات. مفهوم. لا لا انا بتكلم على الشركة. طب والكناسين بتوع الهيئة؟ لا دول هيروحوا، ما هو ده برضو جزء من التخوفات، انه دول هيروحوا بس هيتبعوا احدى الشركات اللي هي شركه الجمع. في شركه جمع لوحدها هتبقى تبع شركه القبض. انا نفسي يا دكتور نفسي يختفي المشهد بتاع جامعي الكناسين اللي بيتسولوا. لا هيبقى تبع ضعيف. نفسي الحقيقه بيبقى موقف مش بمنتهى القسوه، ان الكناس لابس لبس الهيئه واقف على الكوبري، هو الحقيقه لا بيكنس ولا بتاعه، هو ماسك عمال يعمل كده بس، وعمال باصص على العربيات، وطول الوقت يا اما كل سنه وانت طيب كل سنه وانت طيب، وبيصعب عليك انت عارف انه محتاج، لانه بياخد له كام 100 جنيه ولا 200 جنيه في الشهر، ما يعيشوش فرخه. لا بياخد 800 جنيه. ايه 800 جنيه مين ده؟ كان الناس بياخد 800 جنيه بتاع الهيئه. 800 جنيه وبيصل ل 1200 جنيه كمان بالحوافز بتاعه. بس هيعملوا ايه للبيت؟ لا لا هو الاداره لا لو 1200 جنيه ده الناس هينزلوا ياكلوهم على الكوبري. والله 1200 جنيه. لا لا هو نتمنى ان الاداره مش تبعنا. انا عارف. لا ما انا عارف. لا ده انا هنزل اقلبه دلوقتي على الكوبري. لا احنا نتمنى الاداره الحكوميه لا تنقل الى الشركه، بس انا عايز اقول خلي الشركه القابضه دي حاضنه لتحول مصر من الاداره الحكوميه
إلى الإدارة الخاصة. صحيح. ويبقى فقط الحكومة مشرفة ومراقبة وتدي عقوبات. أنا بحاسبه بعقل اللي هي ريجوليتور اللي احنا عارفينه في كل حتة اللي هو المنظم الخدمة مش مقدم الخدمة. المفروض أنا عندي عمالة محتاجة تشتغل أكثر من 2 مليون في هذا القطاع. صح. لو اتعملت شركات صح هتستوعب العمالة دي وهيبقى في ثلاث منظومات. منظومة بتدير المقالب العمومية اللي هي المستقبل النهائي، ومنظومة بتدير ما قبل المقالب من البيت إلى المقلب، ومنظومة بتصنع أو تعمل سماد أو تعمل بلاستيك. يعني بحلم بشوف اليوم ده. اليوم ده تكون التلات منظومات هيفضوا الشوارع من يا رب. من إن شاء الله. شرفتني يا دكتور. شكرين ده أنا اللي شاكر لحضرتك. رينك في كلام ليا؟ والله بص أنت عارف أنت حبيبي ممكن. أنا يعني في أخبار حلوة للشعب المصري. ومش في موضوع النظافة بس. أمال في إيه؟ بشرى جمعية من أجل مصر ستساعد المواطن في رفع المعاناة عن الغلاء. ستنزل سيارات. اوعى تقول وعود في الطابق. لا ما بقولش على الهوا اتحاسب. طيب بكره اروح عند النائب العام. طيب نشوف. انا بتكلم دور انا وطني. سيادتك عارف. ما حدش يشكك في الوطنية. احنا بنتكلم في الوعود. ماشي سيادة الرئيس مهتم بالنظافة، نظافة مصر ورفع المعاناة، وجمعية من أجل مصر اندماج معانا مع النقابة بإذن الله هننظف مصر. وفي كلام وخطط كتير لن أسبق وأتحدث فيها قبل أيوة أن أنا أحبك كده البقع على رأس المي. هتجبني بعد شهر كده وهتقول لي برافو عليك. أنا أكره. أنا أتمنى بإذن الله. أنا كان نفسي بس أقول طبعاً. حاجة إن المشكلة برضك عند المواطن، وإن إحنا لما نحفزه ونشاركه في الموضوع الفصل هيجيب نتائج كويسة جدا. أنا كان عندي حلم اسمه المدينة البيئية. المدينة البيئية دي مكونة من مركز ثقافي بيئي، قاعة للندوات، قاعة للتدريب، متحف للبيئة، جنبه على طول هناجر أو أقسام، قسم للبلاستيك، قسم لإعادة التدوير اللي على طول في وقتها شغالة. المدينة البيئية يعني المستهدف فيها طلاب المدارس، إنه هيجوا وطلاب المعاهد والجامعات، إنه هم هيجوا للمدينة البيئية دي هيعرفوا يعني ايه بيئة كنظري، توعية البيئية شاملة كنظري وعملي. والهناجر دي شغالة مش نموذج، مش آلة واقفة مثلا كسارة واقفة هم بيجوا يعملوها. والله فكرة. فدي تطلع المخلفات مباشرة على المدينة البيئية قدام الطلاب والناشئ ده. نغرس في التنمية ونغرس. شكرا جزيلا بشكرك. شرفتيني. شكرا جزيلا. شرفتيني يا دكتور. شرفتيني يا مش عارف حبيبي. تحيا مصر. بشكر حضراتكم. خلصت حلقتنا النهارده. اشوفكم بكره في حلقه جديده من حلقه اليوم. في امان الله.